طيب يا جماعة، اليوم إن شاء الله راح نبلش بشابتر 5، اللي هو شابتر المتعلق بالليدرشيب. راح نعطي عليه سمول برزنتيشن، وبعدين يمكن الأسبوع الماضي أعطيناكم مساء الخير دكتور. أرتكلز، يس أعطيناكم مساء الخير. أرتكلز حتى نقدر ناخذ فكرة عنه. طبعا هذا الشابتر من الشابترز اللي انكلودد بالفاينل اكزام، لذلك يعني عليه سؤال بالفاينل اكزام، اي ثينك عليه اكثر من شغله بالفاينل اكزام، فلذلك خلينا نكون متابعين فيه منيح، نحاول نغطي كل النقاط اللي خاصه فيه من خلال البرزنتيشن ومن خلال الارتكلز اللي حضراتكم راح تقدموا لنا اياها. كرم، كنت رافع ايدك. الله يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك يا هلا دكتور، انا بالنسبه لل معي عندي ارتكل اليوم، بس انا قبل هيك في معي اساينمنت من المحاضره اللي مضت، بس اجيت متاخر على المحاضره ولقيت زملائي بيشرحوا، فخلصت المحاضره اللي هو عن مانجمنت تايم او تايم مانجمنت. ان شاء الله معنا وقت، ان شاء الله احنا لما نخلص في اشياء اخرى ان شاء الله، بس نخلص كانه راح نخلص بدري شوي، يعني راح نخلص earlier than what is expected على آخر محاضرة، فبعدين بنرجع لبعض الشغلات، راح نرجع لبعض المواضيع إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. هلا راح نبلش ب طبعا في تعريفات، many definitions for leadership. هلا أهم شيء اللي نتذكره إحنا بموضوع leadership، أو يعني حتى قبل ما نتذكر أي شيء بدي أبلش أسألكم أنتم ونشوف التعريفات اللي عندكم، بجوز نأخذ الكلمات منكم أصلاً يعني على الغالب. هلأ لما نسمع تعريف الليدرشيب بأبسط الكلمات، إيش ممكن تعرف لنا الليدرشيب؟ إيش ممكن يخطر على بالنا لما إحنا نسمع حدا ليدر؟ وليدر لما نحكي عن ليدر، ليدر بأي مجال، يعني مش شرط أنه بنحكي، ما بنحكي إحنا عمالنا عن ليدرشيب بالبزنس، ولا بنحكي عن leadership بالاتش ار، بنحكي عن leadership بالبوليتكس، بنقدر نحكي عن leadership بالسبورتس، leadership باي مجال من مجالات الحياه اللي احنا بنشوفها، حتى leadership بالمجالات الدينيه يعني حتى كمان، والسوشيال اكتيفيتيز. تفضل يا اسماء. دكتور، انا بعرف leadership هي relationship between the leader، وممكن نحكي عن الأشخاص التانيين هم followers. Yet هذا leadership he needs to influence these followers and create more leadership، يكونوا على طريقته هو. فالleadership بيكون هو عبارة عن، خلينا نحكي عليها it's a process، يعني بكلمات بسيطة it's a process where we find someone we call him the leader، وهذا leader بيكون عنده follower، والليدر هذا ايش بيعمل؟ he exert influence on the followers. yes تمام. علي. نعم دكتور. دكتور، هو الليدرشيب هو اللي بيستطيع انه يقود الاخرين، من يعني مش شرط يكون بفورمال شانلز، بيقدر يقود الاخرين ويأثر فيهم من خلال صفات شخصية اكثر ما هي صفات مثلا منح إياه القانون أو الستركتر تاع الشركة. يعني بنقدر نحكي عالي ملخص، إضافة على إنه الليدر، إضافة إنه الليدر ممكن يكون ما يكون معه فورمال أثوريتي، اللي بنسميه عنصر الأثوريتي أو الباور، حدا ما يكون عنده فورمال أثوريتي بس ستيل وي كونسيدر هيم ليدر، حدا يعني زي الناس العاديين، هو بيعتبره صفات شخصية أكثر من هي صفات أخرى. yes. عنده امور اخرى غير الباور، في عنده كاركترستكس اخرى، او في عنده اتريبيوتس او ترايتس اخرى، الباور مش جزء منها، ممكن ما يكون له باور فعليا، باور هي كانت يعني الطريقه اللي بيخلي الفولور الناس يتبعوه، مش اساسها الباور، مش اساسها الاثوريتي. تفضل يا جلال. بتخيل دكتور انه شخص بيقود مجموعه من اشخاص ثانيين من خلال تحفيزهم او انه يتم موتيفيت لهم انه حتى يحقق هدف معين هو هدف الشركه في النهايه. يعني عندنا ايش؟ عندنا انه هذا الليدر، عشان نحكي عن حدا ليدر لازم يتميز الليدر انه يكون في عنده عنصر الموتيفيشن. هي كان موتيفيت اذر بيبل رايت، يعني هي كان اكزيرت اكسترنال موتيفيشن، من انواع الموتيفيشن اللي احنا حكينا عنها، حكينا عن انترنسيك موتيفيشن واكسترنسيك موتيفيشن رايت. فهذا الليدر
الليدر بنقدر نحكي عن هذا الليدر من اللي بنشوفه مثلا انه الليدر هو عبارة عن شخص، هذا الشخص بيمتلك عنده خاصية واحدة من الكاركترستكس الانتربيرسونال كاركترستكس اللي موجودة عنده، انه هذا الشخص بيقدر يحفز الاخرين. يعني externally he can motivate people to do what he wants them to do. شو في كمان عندكم على الليدر كمان اشياء اذا بنوصف حدا بليدر؟ دكتور ممكن احكي؟ تفضل. دكتور ممكن نحكي كمان انه الليدرشيب هو اللي عنده الابيليتي تو ميك فيجن، بتكون عنده رؤيه معينه وبقدر انه ياثر على الفلاورز حتى يحققها، سواء كان عنده اوثوريتي او ما كان عنده اوثوريتي. يعني هذا شخص فيجنري، يعني عنده ميزه من الميزات اللي عنده انه عنده فيجن مختلف عن الاشخاص الاخرين، يعني معناته هذا الشخص هيز لوكينج فور ذا بيج بيكتشر. يس فور ا لونج تيرم، بيطلع على اللونج، بيطلع على البيج بيكتشر وعنده إشي لللونج تيرم، يعني بتطلع على الأشياء. ممتاز. إيش عندنا كمان؟ كرم وأسمر الصرافين إيديهم. كرم. نعم دكتور، القائد الناجح هو اللي بيستطيع أنه خلق القادة أو بيكتشف القادة الموجودين من خلال الممبرز الموجودين اللي هو بديرهم. يعني طبعا هاي واحدة ميزة من الميزات اللي بنطلع عليها للقادة، أنه كمان القائد بنقدر نوصف حدا قائد، القائد هو الشخص بيكون قادر على خلق قادة آخرين في المؤسسة أو في المكان اللي هو موجود فيه. أسمى. Yes, leader he or she leads by example. وبغض النظر عن position تبعه، ممكن يكون manager وممكن يكون موظف عادي، ممكن يكون أي حدا، بس هو عنده characteristics to lead. تمام، يعطيكم العافية. هيك أغلب الشغلات تقريبا اللي لازم نحتويها إحنا بتعريف leadership، يعني حضراتكم تفضلتوا فيها. أهم شيء نتذكروا بالليدر، الذكريات للليدر، وإحنا منعرف بالليدر بغض النظر عن شو عرفناه، ما في تعريف صح وتعريف خطأ. في وين ما اطلعت على أي كتاب على أي مكان راح تشوف تعريفات مختلفة للليدر. أهم الأشياء أو أهم عنصر من العناصر اللي لازم تتوافر بتعريفنا للليدرشيب هو عنصر الانفلونس، إنه الليدرز دايماً دي have the ability to influence other، تأثير على الآخرين. وهذا بتشوفوه أنتوا طبعاً، العنصر الانفلونس بتميز دائماً الليدرز، دائماً الليدرز بتشوفوهم أو بنشوفهم دائماً بطريقة أنه بيكون خطيب مفوه، يعني من الناس اللي بيكون بخطب ومن الناس اللي بيأثر بالناس emotionally. قبل ما يأثر فيهم إن cognitive way، بيأثر بالemotions تبعت الناس اللي موجودين، تأثيره بهاي بالإيموشنز تبع الناس اللي موجودين. هذا الليدر بيكون هذا شخص عنده سكيل، السكيل تبعت الانفلونس as a skill بيستخدمها، انه he could influence people regardless he or she has the power to do to let the people do what he want them to do or without even the power. عشان هيك بنشوف الليدرز، ممكن نشوف ليدر على العمال، حدا يكون أقل منهم درجة، عامل عادي بالشركة، ولكن هذا الشخص يمتاز عنده ميزة الليدرشيب، بيقدر يعمل إنفلونس على الناس اللي موجودين حواليه، مع أنه فورمالي على الستركتشر للأورجنيزيشن إن the formal way ما بيكون له أثوريتي على الناس الموجودين. هلأ عنصر الانفلونس، هذا عنصر الانفلونس اللي هو طبعا رح يجي منه كمان يعني بعض التعريفات اللي حضراتكم تفضلتوا فيها زي الموتيفيشن، تيجي كنتيجة الموتيفيشن كنتيجة للانفلونس اللي بيمارسه الليدر. ناو إذا سألنا السؤال إنه how can leaders influence other people، في عنا بيتر ديلاسايل مقترحين إنه مقترح عنا ثلاث عناصر بتمكن الليدر، بتمكن هذا الليدر إنه to exert influence on the people. بحكي لنا العناصر الثلاث المكونة للإنفلونس، اللي هي عنصر الانتربيرسونال كوميونيكيشن اللي بيعتمد على الانتربيرسونال سكيلز، شخصية البيرسوناليتي لهال الشخص اللي موجود. كمان عندنا بيعتمد الانفلونس على الابيليتي اوف دايركتنج اور مانجينج ذا كونفليكتس انسايد ذا اورجانيزيشن،
وكمان بيعتمد على ايش؟ بيعتمد على البروبلم سولفنج تكنيكس اللي ممكن يتطلع عليها، اللي ممكن الليدر هذا يتبعها. وبالغالب انه الليدرز اللي ناجحين دائما بيكون عندهم بروبلم سولفنج تكنيكس ديفرنت، اشياء بتكون نيو ديفرنت ذان وات بيبل يوز تو سولف ذير بروبلمز وذ ات. فلما نطلع على، نيجي نطلع على كل واحدة فيهم ونربطها باللي تعلمناه سابقا، يعني احنا باللي اخذناه سابقا بشابتر 4 تحديدا، اخذنا بعض السوفت سكيلز مثلا وتطرقنا لموضوع الايموشنال انتليجنس، رايت؟ شوف هذول ايش علاقتهم، يعني ايش علاقتهم وكيف بنقدر نربطهم، احنا كيف بنقدر نربطهم انه بنقدر نربطهم بموضوع الليدرشيب. هلا عشان نحكي عن حدا عنده interpersonal effectiveness، interpersonal effectiveness بتعني the ability or the capability of an individual to do this to influence other in a competent way، انه حدا يعمل influencing للبيبل in a competent way in an efficient and effective way. بنلاحظ انه الانتربيرسونال افكتيف، الانتربيرسونال افكتيفنس في لها علاقه مباشره، عشان حدا يقدر يكون عنده انتربيرسونال افكتيفنس وانتربيرسونال كوميونيكيشن لها علاقه وثيقه بالاويرنس، لها علاقه بالابيليتي وبالكوميتمنت. فلو نطلع عليهم مثلا على الانتربيرسونال الافكتيفنس، عباره عن مثلث بكل زاويه من زواياه، في عندنا بالزاويه الاولى عنصر الاويرنس، عنصر الكوميتمنت، عنصر الابيليتي. عنصر الاويرنس ات مينز انه هذا الليدر، ان اوردر فور يو تو بي ا ليدر اند تو اكزيرت انفلوينس اون اذر بيبل يو شود بي اوير اوف يور سيلف فيرست، يو نو يور سيلف، يو نو وات يو كان دو اند وات يو كانوت دو. كمان عنصر الاويرنس بنطلع عليه، بتتذكروا احنا بنحكي على الايموشنال انتليجنس، بعناصر الايموشنال انتليجنس كمان انت لازم تكون اوير اوف ذا بيبل، ذا بيبل هوم يو ار ديلينج وذ، يو ار اوير اوف وات ميك ذوز بيبل هابي، وات ميك ذوز بيبل انجري، يو اوير اوف هاو كان يو تريجر الانرجي انسايد ذوز بيبل، يو اوير، يو ار، يو هاف ذا اويرنس تو اند ذا ابيليتي تو ذا ابيليتي تو ليت ذا بيبل دو وات يو وان ذم تو دو. العنصر الثاني المهم جدا عشان انا اكون افكتيف، اني انا اكون عندي كوميتمنت از ا ليدر، عندي يكون عندي مواصفات، عندي بيرسونال كوميتمنت فور ذا اورجانيزيشن اند بيرسونال كوميتمنت فور the people inside the organization. وهذا واحد من اللي زميلتكم حكت انه leading by example, right? اذا انت مقتنع بشيء and you want to influence people to do certain thing, you have to be first committed to the people, committed to the person who gonna do the who is going to do this thing for you, and you are committed to your organization, so you are leading those people by example. الناس بيشوفوك ايش بتعمل قبل ما انت تبلش تحكي لهم ايش يعمل، هم بيكونوا اوريدي شافوا البيهافير اللي انت ماشي فيه. كمان العنصر الثالث عشان انا اكون effective leader او انوصف انه عندي interpersonal effectiveness، لازم يكون عندي ability. ولاحظ هاي الability، الability تشمل امور كثيرة، منها الability to solve problems، ability to solve problems, solve conflicts, ability to come up with new solutions. يكون عندي ability to understand the organization mission, objectives, goals. يكون عندي ability to understand العنصر المهم اللي عندنا، عنصر vision of the organization. Where is my organization is going? فعنصر awareness، لاحظ إنه لما نطلع على awareness، عبارة عن state إنه you have to recognize yourself, you have to recognize the other people, you have to recognize the events and situation in real time. يعني هذا اللي بنحكي عنه بالعربي، بجوز ملخصها بكلمة، شو بنحكي عنه بالعربي؟ الحدا بيكون عنده سرعة بديهة، بفهم الموقف اللي أمامه، الأشخاص والموقف، والموقف اللي هو موجود فيه بوقته الحقيقي، يعني بيستوعبه بوقته الحقيقي، بيكون عنده سرعة بديهة إنه يربط الأمور، يربط كل الأمور المختلفة ببعضها البعض بالوقت اللي هو موجود فيه، ما بياخذ وقت طويل حتى يقعد يفكر ايش بده يعمل او يطلع بقرار ويرجع يغير القرار مره ثانيه. كمان عندنا ايش؟ انه هذا الشخص بيكون عنده قدره على ايش؟
قدرة على assessing the impact of action on situation on situations and others and be critically self-reflected. كمان عنده قدرة إنه يشوف أي قرار ممكن هو ياخده أو حدا ياخذ هذا القرار، يشوف هذا تأثير هذا القرار، أثر هذا القرار على ال employees اللي موجودين وعلى المؤسسة وعلى situation اللي هو موجود فيها. نتطلع على عنصر الابيليتي. لاحظ لما نتكلم على الابيليتي، الابيليتي حكينا عنها تشمل اشياء عديده، منها ابيليتي تو سولف بروبلمز اند ميك ديسيجنز، ابيليتي تو ريزولف كونفليكتس انسايد ذا اورجانيزيشن، ابيليتي تو كوميونيكيت وذ بيبل، هاف ذا ابيليتي تو دو جود كوميونيكيشن وذ بيبل. كمان من ضمن الابيليتيز الابيليتي تو ليسن تو بيبل. الليدر مش دائما ما بيقضي وقته هو يتكلم او هو يحكي او يعطي اوامر. الليدر لازم يكون عنده ميزه ability to listen and to listen effectively to the people around him. تمام. لو اطلعنا على عنصر اخر، عنصر الكوميتمنت، وهذا ايش بعطي الكوميتمنت؟ الكوميتمنت بعطينا اذا ببساطه بنقدر نطلع عليه for the leaders the one thing that leads to maturity is the fully aware recognition that one's decisions make a difference both positively and negatively and in the lives of other and that any attempt to solve a problem might have a decided negative impact on some while helping others. بمعنى انه هذا الشخص يكون committed للdecisions او committed to what he is preaching، للاشياء اللي هو بيحكيها. يكون فاهم دائما انه العامل assessment للimpact، يعني نرجع للنقاط السابقه كلها نقاط interconnected with each other، انه القرارات، بعض القرارات اللي راح ياخذها راح تكون القرارات إلها بوزيتيف امباكت على ناس معينين بالشركه او على مجموعه من الناس اللي موجودين بالاورجنايزيشن، ات ذا سيم تايم راح يكون لها نيجاتيف امباكت على الناس الاخرين. القرار الصحيح هو القرار اللي دائما بالعاده بيكون اللي له بوزيتيف امباكت على اكبر عدد ممكن من الناس، بس كمان ما بيهمل النيجاتيف امباكت، بحاول يعالجها حتى يساعد الناس الاخرين داخل المؤسسه. لاحظ واحنا بنحكي عن الليدر، حكينا عن الليدر انه ميزه من ميزات الليدر الكونفليكت مانجمنت والبروبلم سولفنج تكنيكس اللي لازم تتوافر عنده. هي الاشياء اللي الليدر المفروض انه كمان ايش يستغلها، يعتبرها اوبورتونيتي. اذا بدنا نطلع على حدا ليدر، الليدر بنميزه لما يكون في عندنا دائما الليدر. متى بيطلع الليدر عندنا؟ متى ممكن احنا نميز انه هذا في عندنا ليدر بالمنطقه اللي احنا فيها؟ بالكرايسيس مشكل. العاده دائما الكرايسيس او البروبلمز هي اللي بتخلق الليدرز. الليدرز هم ناس بتطلع على الكرايسيس از اوبورتونيتي. بعكس مين؟ بعكس المانجرز. المانجر شو بيكونوا دائما بتطلع على شو بتطلع المانجر؟ المانجر ما بيكون يدور على كرايسيس، المانجر بيكون يدور على، لاحظ المانجمنت فانكشن فيها الاورجنايزنج، بحب يشوف كل شيء اورجنايز. ما بحب المانجر يشوف اي مشكله. لاحظ لما انت تتعامل مع مانجرز، التمييز بين مانجر وبين ليدر، المانجرز اذا في مشكله في مكان معين از ماتش هي كان، المانجر بحاول انه ايش يعمل، بحاول تو بري ذا بروبلم، ما يناقش المشكله اصلا، ما بده يطلع خلاف، بحاول يخلي كل شيء يبين انه everything is organized. بينما الليدر بالعكس، اذا كان في كرايسيس بالعكس بتطلع انه على على الكرايسيس اللي موجوده او على البروبلم اللي موجوده بتطلع عليها دائما انه this is opportunity for might be opportunity for improvement. At least اذا ما في improvement at least بتطلع عليها انه تنحل المشكله اللي موجوده، ما راح يعود يعني ما راح يعود في عندي مشكله بين البيبل اللي موجودين داخل الاورجنايزيشن. ات ليست هذا المينيمم اللي بتطلع عليه. تمام هلا بدنا نطلع على بعض الاتريبيوتس او بعض الصفات اللي هي طبعا هون حاطين احنا بعض الصفات. لو بحثتوا زي ما بلشت بالبدايه احكي، لو بلشنا تتفرجوا هلا على مجرد يعني سيرش سريع على جوجل وتطلع على اعطيني attributes for the leader او characteristics for the leader، ممكن نطلع بمئات الصفات. ممكن كل حدا، لو طلبنا من كل حدا خمسة نطلع بمئات الصفات اللي موجودة عن الليدرز. هلا generally طلع على common characteristics او common features common attributes للليدرز. اولهم نطلع عليه بحكينا انه الليدرز لازم يمتازوا بميزة انه لازم يكون عندهم guiding
فيجن. Effective leaders لازم يكون عندهم guiding vision for the organization, بمعنى انه they understand first they understand their strength and weaknesses as people, as an individual. They understand the strength and weaknesses of the people whom they are dealing with. At the same time, هذول الناس they understand where is their organizations are going. ما عندهم مشاكل هذول الناس انه يوقفوا دائما ويغيروا الفيجن تبع الاورجنايزيشن، يحاولوا يحطوا على الفيجن اوف ذا اورجناي اوف ذا اورجنايزيشن اذا كان الهدف الاساسي عندهم دائما انهم يحققوا اهداف المؤسسه. اتريبيوت اخر للليدر انه الليدر لازم يمتاز، يكون عنده ميزه الباشن. بيرسون ذا ليدرز بيليف باشنتلي ان ذير جولز. They have a positive outlook on who they are and they love what they do. The passion for life is a guiding star for others to follow because they radiate promise. بمعنى انه هذا الليدر الباشن تعلق انه بحبوا الاشياء اللي بيعملوها، بحبوا مؤسساتهم، ويظهر ذلك بيكون ظاهر جدا على الاعمال او على البيهيفيرز. اذا بنطلع عليه على البيهيفيرز اللي هم بيسلكوها، بحب المؤسسه تبعته وبحب يشوف انه المؤسسه تبعته دائما متقدمه، ولذلك بتشوف انه الليدر هي اكزيرت افورت مور ذان الريجولار بيبل. صفه اخرى من الصفات بعطينا صفه الانتجريتي والكريديبيليتي. طبعا شفت فيديو انا قبل فتره لحد عامل بحث على 30 سنه تقريبا، على فتره 30 سنه يضل يسال كل فتره، كان يسال السيم بيبل، يسالهم شو اهم صفه للليدرز. تتوقعوا شو طلعت اهم صفه للليدرز؟ الانتجريتي يمكن. انتجريتي نو، يعني هو حكاها بطريقه ثانيه، الانتجري حكى عن الكريديبيليتي، حكى انه اهم صفه كانت، اهم صفه اللي كانت تتكرر دائما نمبر 1 تطلع بتوين الامبلويز ريجاردنج اوف ذير رانكس، كانت تطلع انه كانوا يحبوا انه يشوفوا القائد تبعهم يكون كريديبل، حدا شخص كريديبل عنده انتجريتي وعنده كريديبيليتي. الانتجريتي والكريديبيليتي بتتعلق انه ايش، انه هذا الشخص صادق. If they promise you with something they follow their promises. عندهم انتجريتي انهم بيتعاملوا، انتجريتي وكريديبيليتي وترانسبيرنس انهم بيتعاملوا مع الناس او بيتعاملوا مع الامبلويز ان ترانسبيرنس وي، ما بفضلوا حدا على حدا اخر لاسباب شخصيه. معيار التفضيل عندهم بيكون معيار الافورت. كمان من الاتريبيوتس للليدرز الانستي، يكون شخص انست ان هيز بروفيشنال اند ان هيز بيرسونال لايف. عنصر التراست which means that followers can trust this leader, they can trust him in anything, they trust him with their jobs, they trust him with their lives, with their future. يكون هذا شخص أهل الثقة. كمان من الاتريبيوتس الضرورية تكون موجودة عند الليدر الكيوريوسيتي. كيوريوسيتي اللي هي حب الفضول، حب انه يتعلم اشياء جديده، ما يخاف انه يتعلم اشياء جديده. لذلك الكيوريوسيتي شيء بيرتبط فيها مباشر، يعني من السكيلز المباشره عشان تنمي الكيوريوسيتي على الاقل، انه حدا يكون افكتيف لسنر، يقدر يسمع للناس الاخرين in order to learn from those people or in order to build on what he listened what he heard from other people. كمان عندنا ميزه من الميزات اللي بتميزوا فيها الليدر من اهم الميزات، انه الريسك، they take risks. متعودين الليدرز اذا كان الليدرز بده يكون ناجح ويكون افكتيف ليدر، فالليدر هذا دائما بيكون يدور على opportunities for his organization, opportunity for the followers or for his organization. وطبعا ما راح تقدر تاخذ opportunity، ما راح تقدر تعمل exploration لل opportunity unless كان عندك ال attributes of taking risk. يعني الليدر بحب يعيش بايش؟ بحب يعيش في بيئة الـ uncertainty، دائما بتطلع عليها انه هاي البيئة بيئة الـ uncertainty، بيئة بتكون غنية rich of opportunity إذا أحسننا استغلالها، إذا أحسننا نحول threats الموجودة عندنا أو problems الموجودة عندنا نحولها لـ opportunity.
كمان من الاتريبيوتس الاخرى للليدرز عنصر او اللي هي اتريبيوت الديديكيشن، الاخلاص بالعمل. They are dedicated to their jobs, to their organization. They are ready to go beyond what is required from those leaders. من الاتريبيوت الاخرى اتريبيوت الكاريزما، طبعا اللي هي شخصيه الليدر، الكاريزما اللي بتمتع فيها الليدر، السنس مثلا يعني جزء من الكاريزما، جزء انه يكون عنده سنس اوف هيومر، جزء الانساني لاف اوف هيومانيتي. هذا الشيء اللي بيخلي الناس بحبب الناس فيه، او ممكن يخلي الناس يكونوا they get influenced more in this leader, and it will give him the ability to motivate the people to excel in their lives. واحدة كمان من الصفات اللي حكينا عنها فاردينها لحالها عنصر listening. Leaders listen. وهي ميزة مهمة جدا للleaders. They listen to the followers. بسمع الليدر، مش الليدر دائما وظيفته انه فقط يلقي بس يعطينا اوامر. هلا في صفات كثير طبعا للليدرز، واكيد هلا لما قراتوا لما تقراوا الارتكلز المطلوبه منكم على هذا بهذا التشابتر، او حتى تقراوا من مصادر خارجيه، حتشوف انه في عندنا صفات عديده جدا ممكن وي كان اتريبيوت تو 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 ذا ليدر، نحطها بالبروفايل تبع الليدر. هلا مدامنا بنحكي عن ليدر، فيش مجال انه ما نحكيش عن المانجرز، رايت؟ بسبب انه في عملية خلط احيانا بتكون بتوين المانجرز والليدرز. فاهم شيء لما نطلع على الليدر، نطلع على الليدر هي influence people with or without authority. المانجر لازم يكون عنده authority، لازم يكون عنده he control people or he administer people، بيستخدم فيها عنصر الاثوريتي اللي معطي له، المعطى له من خلال الشركه. فلاحظ الليدرشيب تعريف مختلفه، يعني لو طلعنا عليها تعريف مختلفه جدا. ability to develop a vision that motivate others to move with a passion toward a common goal. هذا التعريف نفسه رح نطلع عليه لو حكينا عنه للمانجمنت، بس الفرق بينهم شو بيكون؟ عنصر الاثوريتي في الحال. عنصر الاثوريتي اللي راح يكون مختلف، انه الليدر ممكن يكون باثوريتي وممكن يكون without authority، بينما المانجمنت لازم يكون عنده authority باستمرار. لاحظ لما نطلع على المانجمنت ability to organize resources and coordinate the execution of tasks necessary to reach a goal in a timely and a cost effective way. يعني ناس وظيفتهم إدارة المصادر، بينما لو اطلع على الليدر، يعني مقارنة سريعة بين كل تعريف بتشوفه، الليدر وظيفته مش يعمل organizing للresources، وظيفته يوفر للresources. إذا بدي أطلع على leadership من هذا المنطلق، من هذا التعريف، الليدر آخر شيء بيفكر فيه إنه يعمل micromanagement، how to coordinate people or how to organize resources. هاي وظيفة المانجر. الليدر بيكون main job تبعته to provide those resources for the organization. لو نطلع على المانجمنت والليدرشيب من ناحيه الاوردر والديس اوردر، المانجمنت اولويز سيكس اوردر، المانجرز دي اولويز سيكس اوردر. فدايما بتطلع عليه، بتطلع على الاستابيليتي بالاورجنايزيشن، بتطلع على عناصر البلاننج والاورجنايزنج للاورجنايزيشن، وبيكون عنده ايش؟ دايما عنده ليست اوف بريدكتابلز او ليست اوف deliverables. لازم الدوائر المختلفة والموظفين المختلفة يقدموها لهذا المانجر. فالمانجمنت هي عبارة عن process دائما تسعى للأوردر، عملية تنظيم، عملية ترتيب وعملية بالأوردر. بينما leadership عكسها تماما، تطلع على disorder. leadership they always look for the improvement، والimprovement رح يجي من وين؟ رح يجي من change. وanytime في change في عنا disorder. تمام؟ ممكن نتطلع على إيش كمان، يعني بعض الشغلات أو الجمل اللي بنقرأها أو الشغلات اللي بنقرأها، إحنا دائما بنقرأها بالكتب وبالمقالات عن الليدرز. الليدرز do the right thing، بينما المانجر do things right. بمعنى هذا لو نتطلع عليه،
نتطلع على مبدأ الإفكتيفنس والإفشنسي. فلما أطلع على المانجرز، المانجرز هم عبارة عن ناس إيش؟ إفشنت. ناس إفشنت المانجرز تعطيه resources، he will try to use the resources and efficient in an efficient way. بينما leaders they are an effective people. They try to they will try to get or to achieve the objective of the organization regardless. راح يضل يسعى وحاول تحقيق الأهداف المؤسسة، راح يحقق أهداف المؤسسة by doing the right things, not doing the things right. Doing the right things معناته إنه في عنده state of uncertainty أو في عملية change، فهو بحاول دائما إنه يختار الأشياء الصحيحة اللي ممكن تكون صحيحة اليوم مش صحيحة بكرة، لما يجي بكرة اكتشف إنه مش صحيحة برجع بيغيرها. بينما المانجر في عنده إيش؟ في عنده standards، في عنده standard procedures معينة he trying to do to achieve the goals according to the standard that the organization has put for him. Any questions so far? No. طبعا كمان الليدرشيب والمانجمنت في سكيلز وسكيلز مشتركه بينهم. بعض السكيلز المشتركة أحياناً في بعض السكيلز بيمتازوا فيها الليدرز، بتكون عبارة عن سكيل يمتاز فيها الليدر أكثر من المانجرز. لكن مينلي لما نطلع على السكيلز من ناحية سوفت سكيلز وهارد سكيلز نطلع على المانجمنت، إنه المانجرز لازم يكون عندهم دائماً الهارد سكيلز، بيمتاز المانجرز يكون عندهم هارد سكيلز، بينما الليدرز بيمتازوا دائما بايش؟ انه بيمتلكوا السوفت سكيلز. لكن هذا ما بيمنع انه ليدر يكون عنده سوفت سكيلز وهارد سكيلز، بالعكس هذا بعطيه مور سكسس، مور سكسس ذا بيبل ويل تراست هيم مور اذا كان عنده سوفت سكيلز وهارد سكيلز. لكن لما حدا يكون ليدر اغلب السكيلز اللي بيكون بيستخدمها اذا بنطلع على بيرسنتجز راح نشوف انه 80% من السكيلز اللي بيستخدمها راح تكون سوفت سكيلز مقابل 20% هارد سكيلز. بعكس المانجرز، المانجرز راح يكون بيستخدم 80% على قاعده ال 80 20، يعني انا مش جايب من عندي البرسنتج. المانجرز بيكون عنده 80% هارد سكيلز 20% سوفت سكيلز. تفضل يا علي. الله يزيد فضلك دكتور. دكتور هلا بالضروره لازم يكون الليدرشيب ناجح، يعني انه يقود مؤسسته او مجموعته او الجروب اللي هو فيه للنجاح، ولا هو يعني ممكن يكون ناجح كليدر انه يعني قدر ياثر فيهم وقدر يقودهم، بس مش بالضروره يقودهم للنجاح لشيء ناجح مثلا. مظبوط كلام. بحقق لناش الهدف من الليدرشيب، يعني جزء مهم من تعريف الليدرشيب او من مفهومنا للليدرشيب انه هو الليدرشيب بيقود الناس وبنفس الوقت بحقق الاهداف، اهدافهم الشخصيه واهداف الاورجنايزيشن على هدف محدد. صح دكتور، يعني في عندي هدف محدد، يعني لازم يكون في عندي هدف. يعني انا كيف بدي اوصفك انك انت ليدر ناجح مثلا، او انت توصفني اني انا ليدر ناجح وانا عمري ما حققت شيء؟ يعني مثلا هي هتلر كان بيعتبر لالمانيا ليدر بس جرهم للهاوية مثلا. بس الناس اللي بألمانيا لليوم بيعتبروا ليدر والعالم بيعتبروا ليدر، كان عنده هدف، الهدف تبعه كان انه المجتمع الألماني اذا بنناقش موضوع هتلر هو مش كويس لباقي العالم بس للشعب اللي عنده كان منيح. لغالبية الشعب بهذاك الوقت بالتفكير اللي كانوا يفكروا فيه كان بالعكس، كان القائد ملهم بالنسبة لهم. صح ولا مش صح؟ يعني كيف قدر يقود كل هذول الناس وحارب العالم؟ يعني ده لا، هي فكرة الدكتور انه يعني الهدف تبعه مش شرط يكون يعني مو مثلا نجح لألمانيا هو لألمانيا، نجح لشعب ألمانيا بس الشعب اللي موجود فيه، حقق لهم اهداف بهذاك الوقت، لكن اهدافه كانت ضد العالم، يعني اهدافه كانت ضد مصالح العالم بشكل، يعني كان حط الألمان ما يعني ما فهموا هذا الحكي إلا بعد سنوات، إنه حطهم صاروا الدولة العدو رقم واحد لكل العالم، وهذا على اللونج تيرم أثر عليهم حتى لليوم، أثر عليهم لحتى لليوم، يعني سواء كان هتلر ولا موسوليني تبع إيطاليا مثلا أثر عليهم زي الأولاد عمنا اليهود. صح، تقدر توصف حدا فيهم إنه مش ليدر؟ هذول الناس اللي موجودين هلا إحنا بنكرههم. مظبوط، لا بس هم ليدر بالنسبة له لشعبه، هو عمله مشتغل لشعبه، في عنده أهداف بده يحققها وبده يعمل دولة وبده يعمل لهم مكان، لهم مش دولة عملوا لهم دولة،
بده يتوسع بالدولة، بوفر لهم كل إشي تكنولوجيا، الولفير للبيبل اللي موجودين داخل ده، هو ليدر بالنسبة له. لكن هو إيش عماله بيعمل عشان يحقق هاي الأهداف؟ عماله بحط هاي الدولة في عداء مع كل العالم. هلأ عداء مع العرب والمسلمين أولا، وعداء عماله بيمتد إنهم بتدخلوا كل العالم، راح يصلوا لمرحلة زي اللي وصل لها هتلر، إنه راح يكونوا ناس منبوذين من كل العالم، يرجعوا منبوذين زي ما كانوا، فتصير الحرب عليهم حرب إيش؟ عشان تخلص يخلصوا منهم العالم، تصير حرب عالمية لأنهم في كل العالم موجودين. هلا هذا نظرتهم هم بالنسبة لهم لما يجوا يقيموا ليدر. أنا لما أطلع على حدا فيهم بطلع عليه إنه ليدر، بكرهه لأنه مش الليدر تبعي، يعني مش بيشتغل ضد مصالحي فقط. ما أطلع عليها بنظرة منطقية هو ليدر. تمام. تمام. فلاحظ انه بعض السوفت السكيلز اللي لازم تتوافر او لازم يتقنها بشكل كامل الليدر، اللي هي السكيلز الكوميونيكيشن سكيلز، الموتيفيشن، ستريس مانجمنت، التيم بيلدينج سكيلز، التشينج مانجمنت سكيلز. لاحظ كلهم عباره عن ايش؟ سوفت مانجمنت، سوفت سكيلز بتمتع فيها الليدر، مقارنه مع ايش؟ مع السكيلز اللي بتكون موجوده عند المانجرز. المانجرز عندهم سكيلز بالسكادجولينج، الستافنج، يعملوا اكتيفيتي اناليسز للديفرنت اكتيفيتيز اللي بتنعمل داخل الاورجنايزيشن، كيف يعملوا كنترول على البروجكتس، كيف يحققوا اهداف بروجكت معين بوقت معين. فاغلبهم شو بيكون؟ بيكون عباره عن ايش؟ بيكون عن هارد سكيلز. لكن زي ما حكيت كمان انه ليدرز مش شيء خطا، بالعكس شيء من الاشياء المحببه والاشياء اللي بتساعد على السكسس للليدر، انه يكون عنده ability to or the ability to manage those hard skills or to have those hard skills. طبعا في عندنا كثير مواصفات، بدي اورجيكم فيديو انا قبل ما ننتقل لهنا. في فيديو بدي أورجيكم إياه شفته أنا على موقع اليوم، شفته الصراحة أول مرة بشوفه، بس فيه بتقدروا تتفرجوا عليه، فيه معلومات كثير جيدة. خليني أوقف البرزنتيشن هنا وننتقل لهذا الموقع. صحيح إنه الموقع not cited، يعني بلوج عادي، بلوج إنترنت عادي، لكن أنا شفت فيه شغلات كثير مليحة. differences between leaders and managers. فهذا الموقع معطينا تعريف للليدر، ومعطينا تعريف للمانجرز، ومعطينا بعض الكواليتيز للليدر، ومعطينا comparison chart between leaders والمانجرز. فلاحظ إنه أول شيء بالmeaning أو بالdefinition أو بالmeaning بحكينا عن الليدر is a person who influences his subordinates to achieve a specified goal. فلاحظ مين اللي سألني؟ علي. نعم. مين اللي حكالي على الجول إذا حققت أو ما حققت؟ أنا. دائما في عندي إشي جول، لأن ما بقدر أنا يعني حدا ما حقق لي جول أعتبره ليدر يعني. تمام. بينما مقارنة بالmeaning للمانجر، a person who manages the organization and is responsible for planning, direction, coordination and control. اللي هي المين مانجمنت فانكشنز اللي احنا بنعرفها. هلا الابروتش للليدرز they set directions، بينما المانجرز they plan details. المانجر دائما عنده details، المانجر بعطيك لست دائما what to do and what not to do، بينما الليدر بيكون الابروتش اوف ليدرشيب انه يترك للناس حريه الخيار. هو بيكون وظيفته انه يوصل لك ايش المطلوب منك، لكن انت حر باختيار الطريقه اللي انت بدك توصل، as long انه الطريقه اللي انت بتشتغل فيها طريقه ethical وليجل. من ناحيه الاتريبيوتس، لاحظ المانجر بيعتمد على ايش؟ على المايند، انه بيعتمد على المايند، على الكوجنيتيف سكيلز اللي موجوده لديه، بمعنى انه بيعتمد على
آخر شيء ختمنا فيه بيعتمد على الهارد سكيلز اللي موجودة عنده من ناحية الاتريبيوتس، بينما الليدرز دي فورسايتدنس، بمعنى أنه عنده إيش؟ عنده قدرة على الإيماجينيشن، عنده قدرة أن يطلع عن أفيجينري وي. من ناحية السب أوردينتس مسمياتهم، حتى لما نكون نحكي عن ليدر بنكون نحكي مع الليدرز في فولورز، مع المانجرز بنكون نحكي الناس عندهم إمبلويز اسمهم موظفين إمبلويز. الستايل الستايل للليدرز ترانسفورميشنال وللمانجر ترانزاكشنال، وهذا رح نجي هلا كمان شوي، اللي هم عبارة عن تو ستايلز اوف، بنسميهم تو ستايلز اوف ليدرشيب، لكن هم اكتشوالي ترانزاكشنال هو عبارة عن مانجيريال ستايل، والترانسفورميشنال هو عبارة عن ليدرشيب ستايل. ايش بنعني بالترانزاكشنال؟ سريعا قبل ما نجي على السلايدز، قبل ما نكمل فيه على السلايدز، ترانزاكشنال ماخوذ من كلمه ترانزاكشن، معاملات. هاي الطريقه الو معاملات يعني دكتور، ترانزاكشن تبادل، تبع علاقه تبادليه. يعني العلاقه بتكون محكومه بين الامبلويي وبين المانجر، تحديدا بالترانزاكشنال ليدرشيب او الترانزاكشنال مانجمنت بتكون محكومه باساس الترانزاكشن. شو يعني اساس الترانزاكشن؟ اني بدي اعمل ترانزاكشن. هلا انا لما حدا فيكم بده يروح يشتري شيء معين، بده يشتري لابتوب معين من محل، راح يعمل عمليه اكستشينج، رايت؟ بعملية الاكستشينج ما راح تدفع انت مور ذان الفاليو اللي انت معتقد راح تحققها من وراء هالجهاز. مش اليوم مين اللي ورجانا؟ منال كنت تورجينا اللابتوبس اليوم؟ دكتور مش ورجتينا اليوم لابتوبس من 700 ل 3000 تقريبا؟ دكتور متى راح ادفع 3000؟ اعمل اكستشينج اني انا اقبل ادفع 3000 ثمن جهاز، اذا بقتنع انه هذا الجهاز راح يعطيني فاليوز، راح يعطيني enough values ويساعدني ويعمل حياتي easy و usefulness وأقدر أستخدم، ممكن أدفع 3000، right؟ otherwise شو رح يجبرني أدفع 3000 وفي مقابل 3000 في جهاز آخر ممكن أدفع 700 فيه. same thing بالعلاقة transactional between the manager والemployee. كيف بتكون العلاقة مبنية؟ مبنية على أساس transaction. you do this for me, I give you something in return، اللي هو جزء من الاكستشينج اللي هي السالري اللي احنا بناخذه بين الامبلويز والمانجرز. ليش بتشتغل؟ ليش بتاخذ السالري تبعك؟ لانك بتقوم بعمل معين. اذا ما قمت بهذا العمل المعين شو معناته؟ معناته ما راح تاخذ السالري. رايت؟ هذا اول يعني علاقه من علاقات الاكستشينج بين المؤسسه او بين المانجرز والامبلويز، اللي هي السالري اللي موجود بيننا وبين المؤسسه. السالري انت بتاخذه ان اكستشينج فور يور ايفورت، في التايم والإفورت اللي أنت بتقدمه عشان تخدم أهداف المؤسسة. إذا توقفت عن أداء العمل، أضربت عن العمل، ما اشتغلت، معناته ما لا تستحق السالري اللي أنت بتاخده. لما نطلع عليه لنظرة أعمق بالـ HR Transactional، لما عنصر الريوارد اللي موجود، عنصر الريواردين، متى أنت بتاخد ريوارد من المؤسسة؟ above your salary، something bonus above your salary. إذا اتفقت أنت والمانجر تبعك، إذا كان في اتفاق بينكم إنه أنت مثلاً تنتج 10 قطع باليوم أو تخدم 10 عملاء باليوم، إذا صرت تخدم 15 بالسيم إفيشنسي وإفكتيفنس اللي كنت تخدم فيهم العشرة، صرت تخدم كمان 5 زيادة أو تنتج كمان 5 قطع زيادة، ممكن تأخذ ريوارد أو تأخذ بونس، رايت؟ إذا ما أنتجتهم ما بأخذ البونس. هي العلاقة ترانزاكشن، فبتكون العلاقة مبنية على إيش؟ على contingent reward، وهي الريوارد بيكون متفق عليها مسبقا between المانجرز وبتوين الامبلويز. بينما لما نوصف علاقة انه العلاقة transformational، transformational leadership، ايش بتعني transformational leadership؟ مصطلح من المصطلحات او نظرية جديدة من نظريات leadership اللي طلعت بأواخر، يعني نظريات الليدرشيب، ترانسفورميشنال ليدرشيب. ايش بتعني هاي النظرية؟ بتعني انه الليدرز while he is leading the organization he is influencing other, he is directing other subordinates and he is preparing other people to be leaders with him inside the organization. هلا النوع الريواردز او الريواردز اللي بتكون موجودة بالترانسفورميشنال ليدرشيب
جزء منها بيكون فاينانشال، لكن اغلبها بتكون ليست فاينانشال، بتكون مبنيه على يعني اساس الريوردز بتكون مبنيه على الليرنينج والتريننج والديفلوبمنت. فالناس اللي موجودين داخل المؤسسه بيكون هدف القائد الترانسفورميشنال تو امبروف ذا بيرفورمانس اوف هيز فولورز. شو القاعده اللي يعني معناته شو القاعده اللي بتكون عنده او شو المنطق اللي بنطلق منه؟ بنطلق من منطلق انه اذا الناس اللي كانوا معه مدربين وهو علمهم واعطاهم كل شيء هو بيعرفه، انه الناس اللي عنده راح يكونوا بروفيشنالز. They will do their jobs in an effective and efficient way. هلا لما كل الناس اللي عنده اللي موجودين عنده الفولورز يمتازوا بهاي الخاصيه، كلهم مع بعض ايش راح يعمل؟ collectively they will improve the performance of the organization. Right? collectively ال production تبعهم راح يكون اعلى، راح يكون اعلى من الطريقه اللي بيشتغلوا فيها بالترانزاكشنال ليدرشيب. راح يكونوا كلهم ارتفعوا بالمستوى، ارتفاعهم بالمستوى هذا بعطي للكل، بعطيهم بونصز او بعطيهم ريوردز، وبنفس الوقت ايش بيرفعوا مستوى الليدر اللي موجود معهم. فالترانسفورميشنال ليدرشيب اللي هي جايه من كلمه ترانسفورم، هو عباره عن ايش؟ حدا بيعمل عمليه الترانسفورمينج، هيز كونتينيوسلي ترانسفورمينج ذا بيبل هو هوم هي وركينج وذ الفولورز، بيرفع مستواهم، امبروف ذير ليفل. كل ما ارتفع مستواهم مستوى المجموعه، ات مينز انه المجموعه راح تنتج افضل، تنتج تعمل بشكل افضل، وإذا عملت بشكل أفضل معناته الريتيرن تبعها راح يكون أعلى، الريت اوف ريتيرن تبعها راح يكون أعلى، وبالتالي راح يرفعوا مستوى الليدر. طب هاي الحالة إيش بيكون لما نقارن بين ليدر بالترانزاكشنال وبالترانسفورميشنال؟ الترانسفورميشنال لما نطلع على المجموعة اللي بتكون تشتغل بالترانسفورميشنال ليدرشيب، نطلع عليهم دائما بيكونوا ككتلة واحدة، نجحوا بينجحوا مع بعض هم والليدر تبعهم، وبرفعوا مستوى الليدر، ارتفع مستواهم وارتفع مستوى الليدر. بينما بالترانزاكشنال بيكون مين الوحيد اللي ارتفع مستوى؟ مين اللي أخذ أكبر بونسز؟ المدير فقط. الموظفين اللي موجودين فقط بيكون كل حدا اشتغل حسب الريوارد اللي هو كان معطيه حسب الاتفاق. في ناس ممكن ما يطلع لهم شيء، في ناس ممكن يكون عنده ability to work more بس ما راح يعمل لأنه ما بيحس إنه هو الشخص راح يتطور. شخص فقط أخذ financial reward وفقط، ما حدا اطلع عليه أو ما حدا أعطاه أي شيء آخر. تمام؟ تمام. هلا رح نطلع عليهم كمان بشكل اكثر ترانسفورميشنال، وهي من الشغلات اللي اقراوا عنها، مش موجود كثير عنها، اقراوا عنها حتى بالكتاب اللي اعطيتكم اياه، اقراوا عن الترانسفورميشنال ليدرشيب زي اخر تطور من اخر التطورات اللي طرقت على الليدرشيب. هلا من ناحيه الديسيجن ميكنج، من ناحيه الديسيجن ميكنج المانجر بيمتازوا دائما المانجرز انه دي ميك ديسيجنز وايل الليدرز دي فاسيليتيت decisions، ما باخذوا قرار الليدرز. ليدرز دائما بيكون يسمع للكل ويعمل برين ستورمينج، وما باخذ قرار الا اذا عجزت المجموعه اللي معه انها تاخذ قرار. لكن المانجرز بيمتازوا دائما انه بيكون جاي ومعه قراراته جاهزه. المانجر بيكون بناء على ايش؟ على المايند، على المينتاليتي اللي عنده، على المينتاليتي ايش هو بده، ايش المطلوب منه، بيكون القرارات تبعته جاهزه، ما بيسمع ل يعني غالبا ما بيسمع للناس اللي حواليه. الهدف من ناحية الايم اللي هو الهدف للليدر بيكون دايما عملية growth and development، بينما المانجر بيكون ايش؟ في عنده results، daily results، monthly، weekly، quarterly، في عنده results بده يحققها، نتائج بده يحققها، في يعني في عنده شو بسموه target بده يحققه بنهاية فترة معينة. بينما الليدر بيكون يشتغل على انه في target بده يحققه، but at the same time he is looking for the growth and the development of the people and the organization. لذلك بتشوف الفوكس تبع الليدر بيكون الفوكس تبعه دائما على مين؟ على البيبل. البيبل بتطلع عليهم من هذول البيبل اسيت، البيبل اللي موجودين they are an asset for the organization. بينما المانجر الفوكس تبعه بيكون دائما على البروسيس وعلى البروسيجرز، عنده مايكرو مانجمنت للبروسيس وللبروسيجرز. من ناحيه التشينج ليدرز they promote change، هم قادة الـ change، هم الناس اللي بيعملوا promotion بمعنى مش البروموشن ترقية، بمعنى البروموشن بيعملوا دعاية للـ change. They are always looking for change, let this order in order to develop or to improve. المانجر شو وظيفته؟ to react to the change.
يشوف شو التشينج اللي بده يصير ويحضر مقابل له يحضر ريسورسز. هلا من ناحيه الكونفليكت الليدرز دي يوز ذا كونفليكت از ان اسيت، طلع عليها اسيت، اسيت يعني اوبورتونيتي فور امبروفمنت. المانجرز دي اولويز تراي تو افويد الكونفليكت. المانجرز دي تراي تو اولويز اورجانيزز بيبل، عمليه التنظيم البيبل داخل مجموعات وداخل دوائر معينه، بينما الليدرز دي الاينز بيبل، بمعنى انه شو الاين بيبل، بيحضروا بيكونوا يحضروا بالناس اكثر من عمليه اورجانيزيشن بالديبارتمنت، بيكونوا يحاولوا يعملوا الاينمنت بتوين البيبل وبتوين التاسكس والجوبس اللي موجوده بالاورجانيزيشن. السترايف فور المانجرز دائما بيكون يدور على الافشنسي، بينما الليدر بيكون يدور على الافكتيفنس. هاي بعض يعني من الصفات اللي موجوده اللي ممكن نطلع عليها، صفات موجوده للليدرز وللمانجرز. هذا موقع مني دكتور، ممكن تبعتي لنا اياه؟ ببعت لكم اياه ان شاء الله، ببعت لكم اياه، مع انه انا ما حطيت على جوجل غير differences between leaders and managers، وطلع معي طلع شغلات كثير معي صراحه. في عليه definition for the leader manager، ما فيش فيه citation، بس منيح يعني not bad. في الفيديو هذا بس اتاكدوا انه الصوت طلع، 5 دقائق تسمعوه، جوز بيحكي عن كل شيء حكيناه عن ال differences. طالع الصوت؟ طلع صوت الفيديو طلع؟ لا لسه دكتور. طيب خليني ارجع بس دقيقة عشان ارجع اضبطه من عند ال هيك المفروض، بس احكوا لي انه طلع الصوت ولا لا. I welcome you in my channel Key References. Today in this lesson طلع. Okay. To explain you the difference between manager and leader. So friends, let's get started. Manager. A manager is an employee of the organization who is in charge of the organization or its department. He is someone who manages the entire affairs of the organization and is responsible for the working and performance of the concerned department or unit. He is the one who takes routine decisions and has a group of subordinates who reports to him or her about the day-to-day operations. Basically, a manager performs 5 basic functions. These are planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Planning is to decide beforehand what is to be done in future. Next is organizing, which means organizing the activities, processes, and the resources of the organization, as in assignment of task, delegating authority to subordinates, and allocation of resources. Then is staffing. Staffing involves recruitment and selection of personnel for carrying out various activities. Next function is directing. It entails guiding and supervising the subordinates to make sure that the efforts are made in right direction. Last but not the least, controlling function involves monitoring the activities of workers and establishing standards and comparing them with the actual performance to take necessary steps for correction in case of any variations. One of the main characteristics of a manager is coordination, which entails integrating the activities of the organization and synchronizing the efforts to ensure that all the activities are performed in tandem. Leader. As the name suggests, a leader is someone who leads. He has the power to convince, inspire, and motivate others, as well as make them follow the instruction to work in a desired direction. He is someone who holds a dominant position in a given field and has the ability to influence a group of people towards achievement of objectives. He has good communication skills,
foresightedness, and a clear vision. The qualities of a good leader includes decision-making ability, accountability, creativity and innovation, commitment and passion towards the goal, and encouraging others. Difference between manager and leader. Meaning, a manager is a person who is responsible for managing the entire organization. On the other hand, a leader is someone who influences the subordinates towards attainment of desired objective. While manager aims at directing and controlling people, a leader aims at motivating and inspiring people. A manager has subordinates who report to him about the day-to-day activities, whereas a leader has followers who follow him. Next, the primary skill of a manager is quick decision making with respect to various matters of the organization and coordinating the activities of the management. On the other hand, a leader has foresightedness. When it comes to approach, a manager plans the activities of the organization, whereas a leader sets direction. If we talk about leadership style, the manager follows transactional leadership style that involves rewards and punishments for motivating the subordinates. On the other hand, a leader follows transformational leadership style in which the leader employs his charisma to inspire his followers in achieving the goal. While a manager strives for efficiency as he believes in doing the things in right manner, a leader strives for effectiveness in doing the right things. Next, while a manager focuses on the processes of the organization, leader focuses on his people. A leader is a change agent, and so he promotes change which is for the betterment of his followers. On the other hand, a manager reacts to change. A manager tries to avoid conflict as he believes that it is going to hamper the growth and performance of the organization, as against a leader uses conflict as an asset to provoke people in doing better than others. Lastly, when it comes to perspective, a manager has a short-range perspective, whereas a leader has a long-range perspective. Well, friends, this brings me to the end of this lesson. I hope you find the lesson very useful. I'm sure that all your doubts regarding the difference between manager and leader is cleared now. However, if you want to study the topic further in detail, you can visit our official website, that is keydifferences.com. Here you can... Tamam? Tamam. إيش سمعتوا التركيز على أكثر شيء؟ نرجع نركز على أكثر كلمة كانت موجودة. ليدرز ولا مانجرز ولا حتى بتعريف الليدرز، شو الإشي اللي شفتوه تكرر دائما؟ شو الفريز اللي تكرر دائما معنا؟ علي ولا إيدك مرفوعة من الأول؟ شكلها من أول دكتور. آه شكلك ناسي تنزلها، هي نزلت لك إياها. ما تعبت إيدك طيب وأنت رافعها؟ تعبت بس ما كنتش عارف ليش. لاحظ الشيء المميز دائماً عنصر الإنفلونس. Leadership without influence معنى leadership. فالليدر هي الصفة المميزة دائماً، إنه عشان تطلع على حدا ليدر تميزه، هذا الليدر بيكون عنده influence، يعني he will let you. مع الليدرز بيصير 1 plus 1 equal more than 2. مع الليدر you can, you will, مش you can, you will do more than what is required or what is being, what they ask you to do because you love this leader. You follow this leader. بينما مع المانجر شو بيكون عندنا؟ We just do what is enough so we don't get punished. Or we do things that we get rewarded. بيكون أشياء معروفة and we get rewarded. بينما مع الانفلونس اللي بيمارسوا علينا الليدرز، السكسسفول ليدرز، بيخليك تشتغل بضعف الطاقة اللي موجودة عندك، بجوز فاينانشالي ما يطلع لك شيء من ناحية فاينانشالي، لكن أنت بتكون هابي، ساتيسفايد، you love the person whom you are working with. تمام؟ تمام.
نرجع لإيش؟ نرجع سريعاً نتفرج على الترانسفورميشنال ليدرشيب، الترانسفورميشنال والترانزاكشنال ليدرشيب as two styles of leadership. دكتور بدي اسالك هلا انه افضل اللي صوتك قطع ما سمعت. ما سمعت انا وانت بتحكي اللي كانت تحكي اخر شيء. سامعيني الصوت طالع؟ صوتي انا على الاقل طالع. صوتك مسموع دكتور. بس مين اللي كان يسال؟ ياسمين. ياسمين جربي كمان مره ياسمين. ياسمين حاطة ميوت، جوز تحكي وانت حاطة ميوت. طيب نرجع لما تكون اسماء لما ياسمين تكون قادرة انه تسأل. هلا موضوع الترانزاكشنال، نرجع للترانزاكشنال ليدرشيب. occurs لاحظ when leaders and followers are in an exchange based relationship. تمام، exchange based relationship. The goal is to meet other parties need. طبعا في need للمانجر بتكون عندنا، وفي need لايش بتكون؟ في need بتكون لل employee himself، subordinates او الامبلويي اللي حكينا عنه الامبلويي. تمام، relationship between the leader and the follower tend to be transitory، بمعنى انه متنقل، شيء بتنقل، شيء متنقل، ما في علاقه دائمه بينهم، العلاقه بس مبنيه على نوع الاكسشينج اللي موجود بينهم. لذلك بتكون العلاقه اللي بينهم effective only as long as the relation is of mutual benefit، as long انه الطرفين مستفيدين، في mutual benefit، الطرفين مستفيدين من هاي العلاقه. تفضلي يا اسماء. دكتور إذا mutual benefits لازم يكون manager مش leader. بالضبط، هي نوع من أنواع ليش بنحكي عنها leadership؟ إحنا ليش بنحكي عنها as a style of leadership؟ هي style of leadership هي it's not leadership، it's management more than leadership. يعني manager. عشان نميزها بس، لاحظي عشان إيش؟ عشان نميزها عن إيش لما نحكي عن transformation فقط. أوكي. فلاحظ إنه بيكون في عندي contingent reward. في عندي زي contract exchange of rewards for efforts, promise rewards for good performance، وفي عندنا recognizes accomplishment. وعملية recognition هاي بتكون إيش؟ عملية recognition لل accomplishment بتكون through financial rewards. بينما لما نتطلع في كمان خصائص أخرى، لاحظ إنه عندنا طلع على بينما لما نطلع على transformational leadership، لاحظ انه strong transformational leader perform exceptionally well in crisis، لانه هدول الناس بيكون لاحظ بحالات الكرايسيس مش كتير بيكون عندنا اهميه للفاينانشال ريورد، بقدر ما احنا بيكون عندنا اهميه انه نطلع من المشكله اللي احنا موجودين فيها، بمعنى انه بدنا كولكتيف افورت عشان نطلع من مشكله معينه. هدول الليدرز بيمتازوا انه عندهم فيجن فور وات the organization can be، عندهم strong bond between the employees and the followers. Followers willingly subordinate themselves، بمعنى عندهم مبدأ الخضوع أو مبدأ الخضوع in a positive way. عندهم strong emotional bonds that developed over time. طبعا بعض الكاركترستكس اللي بيمتاز فيها الترانسفورميشنال ليدرشيب مينلي بيكون عنده كاريزما وانسبريشنز عاليه، الكاريزما تبعته بروفايد فيجن،
he instill pride in the employees, he earns respect and trust, he is inspirational leader, بمعنى he is communicating always high expectations from employees, he uses symbols to focus the effort, he expresses the importance of the purpose in a simple way, اللغة تبعته بتكون بسيطة جدا, مفهومة وبسيطة. منلاحظ انه هذا الشخص بيكون عنده intellectual stimulation, ذكاء عالي جدا, بيستخدم الذكاء تبعه والراشناليتي, عنده values, value عالية للinnovation وللproblem solving. كمان عنده هذا القائد اللي هو نسميه transformational, عنده consideration for the individual, عنده individual consideration for each one of his followers, فبيكون عنده دائما معطي personal attentions للfollowers اللي معه, he coaches those people and he provide advices for those people. في كثير فروقات بينهم طبعا, راح اتركهم لانه راح نيجي عليهم بالارتكلز, اكيد راح نيجي عليهم لما نيجي على الارتكلز. في كمان في حدا عنده استفسار دكتور؟ ممكن سؤال؟ تفضل دكتور. هلا ممكن الليدرشيب نفسه هو يكون ليدرشيب ومانجر بنفس الوقت؟ يعني زي ما هو بيحفز الموظفين وبكون الفولورز يربي, يكون كمان مانجر يعمل بنشمنت عليهم؟ ممكن بشخص يعني واحد؟ ممكن, لكن ما بيكونش إفكتيف, ما بيكونش عنده الإفكتيفنس العالية, لأنه لاحظ الليدر, الليدرشيب بالأورجانيزيشنز تحديداً المهام تبعتهم مختلفة. فإذا وجدنا أنه ليدر راح يركز على البلانينج والأورجانيزينج والسكاجولينج, بمعنى أنه راح يعمل مايكرو مانجمنت للموظفين اللي موجودين, ما راح يضل عنده وقت أنه يقدر يتطلع على الفيجن اوف ذا اورجانيزيشن, يقدر يخطط للاورجانيزيشن على اللونج ران, او حتى يقدر يعمل كوميونيكيشن مع البيبل فروم اوتسايد ذا اورجانيزيشن. هلا ممكن لفتره معينه, لكن على اللونج ران اذا بنطلع عليه على اللونج ران هذا يؤدي ل راح يؤدي لفشله على المستوى حتى الاداري او على حتى على المستوى القيادي. تمام. ممكن يستعين بحد ثاني ليدر دكتور؟ طبعا هذا اللي بيعملوه الليدرز, بيستعين الليدرز بالعاده ايش بيعملوا, بوظفوا ناس سترونج مانجر. لما تشوف حدا بتشوفوا دائما انتم, دائما بنشوف احنا لما يصير تغيير في مؤسسات وغيروا السي او بالاورجنايزيشن, رايت رايت, اول ما يجي السي او بالعاده شو بتشوف دائما معه؟ تيم. هلا هو جاي في عنده فيجن معين او قدم بروبوزل معين للشركه, لكن بالغالب ما تستغرب مش انه بيكون هذا بكل العالم بيكون موجود, انه بيجي وبيكون معه تيم, هذا التيم بيكون معه مانجيريال تيم, ادفايزر تيم ومانجيريال تيم, هذا التيم اللي معه بيكون بيعتمد عليهم, بوضعهم في اماكن اداريه معينه حتى يديروا المؤسسه, هو بيكون يعطيهم دايركشنز وهم بيديروا المؤسسه اللي موجوده. يس لازم يستعين بحدا. One person cannot do it all. شكرا دكتور. دكتور بدي أسألك, أنا أفضل الليدر ولا المانجر؟ اثنين مهمين. يعني مين 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 يعني هذا سؤال مهم, مين مهم يعني مين أهم مهم عندي يكون في الأورجانيزيشن, يكون عندي ليدر ولا يكون عندي مانجر؟ لازم اثنين يكونوا موجودين. لاحظي من بعض الكاركترستكس او بعض التاس اللي حكينا, المانجر ايش بيعمل؟ المانجر بيعمل عمليه بلانينج واورجنايزنج, وهي ميك شور تو ديليفر شو الديليفربلز اللي موجوده بالمؤسسه, هي ميك شور تو ديليفر ات اون تايم, يحضر ناس يشتغلوا, يحضر ناس يكونوا موجودين ات ذا رايت تايم, يكونوا موجودين تو دو سيرتن تاسكس. بس بنفس الوقت لاحظي هاي اشغاله كلها, بنفس الوقت منا حدا ليدر بالمؤسسة يكون دائما يطلع لنا على إيش, يطلع لنا يخطط لنا strategically for the organization, يطلع لنا على vision of the organization, يعمل عملية إيش evaluation للperformance, للcurrent performance of the organization, ويقرر بعدين شو نوع changes اللي مطلوبة داخل ال organization. اثنين لازم يكونوا موجودين. دكتور ممكن يكون بعينوه الشخص اللي دائما بيسموه البوزيشن تاعه الديفلوبمنت, بزنس ديفلوبمنت, هو اللي يقوم بدور الليدر؟ لا مش شرط, هذا بيكون شخص حدا ادفايزر للبورد, حدا ادفايزر للليدر. اوكي,
الليدر اللي بنقصده دائما لحد اللي بيكون عنده منصب الجنرال مانجر، جنرال مانجر مش مانجر، جنرال مانجر للأورجنايزيشن، أو بيكون حدا بمنصب اللي بنسميه CEO للأورجنايزيشن. حدا بيكون عنده دايركشن، حدا بعطيك بس تصور إيش شو المطلوب لكن ما عنده ديتيلز. أنت المانجرز وظيفتهم إيش يعملوا؟ يعملوا لنا ديتيلز، يعملوا لنا ليست اوف وات وي كان دو وات وي كانت دو، مين بيقدر يعملها، متى بيقدروا يجهزوا هاي الاشياء. لكن الليدر وظيفته انه يعطينا الفيجن. وفاشلين طبعا، انت بتشوف الفشل اللي بنشوفه احنا بالمؤسسات تبعتنا، انه one person try to do it all، بده يكون الجنرال مانجر لكل شيء بالاورجنايزيشن، managing everything inside the organization، وبنفس الوقت بده يكون الليدر اوف ذا اورجنايزيشن. ما بزبط هذا الشيء. لاحظوا الشركات اللي ناجحه، اللي ناجحه بالعالم يعني، او الاشخاص اللي ناجحين بالعالم، ستيف جوبز مثلا، هلا مش بنسمع بستيف؟ هذا ليدر ولا مانجر؟ أهم شركة من شركات العالم. ليدر. ليدر ما يعني ما آخر شيء هو عنده فيجن للمؤسسة تبعته. أنا متأكد إنه بيكون بالبدايات كان مانجر بالبدايات تبعته، لكن بعدها ترك مواضيع المانجيريال تاس، تركها لناس آخرين، مانجرز إيفيشنت مانجرز يشتغلوا، بروفيشنال مانجرز، هو بس بحط الفيجن للأورجنايزيشن. زي إيلون ماسك كمان. زي إيلون ماسك. ما بتشوف هذا الشخص نازل على الشركة مثلا أو واقف يشوف مين يتأخر اليوم ومين ما تأخرش وراح بالحضور، الشغلات اللي بنشوفها احنا بمؤسساتنا يعني. مؤسساتنا ما في زي هذا. يعني متى يسقط من نظرك، متى يسقط جنرال مانجر عندك بالأورجنايزيشن؟ لما يتدخل بشغل المراسل. بالضبط، يتدخل بشغل المراسل، ويتدخل بشغل حدا بالسيستم تبع الاي تي انه يشوف مين يتأخر، يجيب لي ليستة اللي متأخرين عن الدوام اليوم. ما انت شو بعرفك يعني، اول سؤال انت يعني المفروض انه اذا حدا تاخر عن الدوام انت شو بعرفك هو ايش كان يعمل امبارح اصلا يعني. هو في فوقيه مدير، انت ليش تتدخل تعترض على صلاحياته يعني. مجرد انه مدير بلش، مجرد انه حدا بسمي حاله ليدر بأورجنايزيشن، مجرد انه بسمي وبلش يتدخل بالهاي بنسميها مايكرو، المايكرو ستاف، بلش يتدخل فيها داخل الأورجنايزيشن، يسقط من عين الناس اللي موجودين. يعني عنصر الكريديبيليتي والتراست، لاحظ الاتريبيوتس اللي كانت موجوده، تراست، الباشن، انك انت يترست، بتبطل عندك كل هاي الاشياء بتروح من عندنا. انت كيف بدك تكون ليدر اذا انت بتتدخل بالبانشمنت وبتتدخل بتزعج الموظف، وكيف بده يصير لك فولورز اصلا؟ بالضبط، هذا في ناس متخصصين فيها. انت المفروض حدا شخص له دخل بعلاقته مباشره مع الفيجن اوف ذا اورجانيزيشن، بتطلع على البيج بيكتشر، طلع على الانتاج الشركه بشكل عام. هو بده انتاج مثلا الارباح تبعتنا تكون مليون بالسنه، تمام، لكن من وين جاي المليون؟ هذا بتتركها للناس اللي موجودين في تخصصاتهم، كيف راح يحققوا له المليون يعني. في كمان اشي بعرفش نطلع عليه، خلينا نشوفه هذا ايش بيحكي. نسيت أنا عن إيش بحكي، زمان ما شفته، لأني Hi, it's Dr. Jim Dittmar again, and during this segment, we're going to be talking about transformational and transactional leadership, a leadership model that's important to the MSLS program. It's a foundational, and it's... طالع صوت ال... something, it's an idea, it's a model that will carry itself throughout the program. So it's important to have an understanding, and you have a reading, at least one reading in this, in our book, Leadership. By Northaus. Northaus is a text that we use in the program, not only in the history and theory course, but throughout the program at different points. It's a survey type of book that is loaded with information about all sorts of leadership theory. Today we're going to talk about transformational transactional leadership. So what is that? Well, Bernard Bass is the author that we refer to most often in understanding what this model is. He was the one that actually developed the phrases
transforming or transformational leadership. And he borrowed from another person named James McGregor Burns, who had originally talked about transforming and transactional leadership. And Bernard Bass developed it further into transformational, transactional, and something that he called the full range or the full continuum of leadership, which I'll get into in a moment. So what is it? Well, first of all, transactional leadership is really what it sounds like, a transaction. When you think of a transaction, you might think of buying and selling things, going into a store, going into a bank. I give you money as a teller, and you deposit it, and you give me back a deposit slip. That's a transaction. And transactional leadership is similar to that in that it's a negotiated, maybe perhaps not negotiated, arrangement that you have. So the transactional leadership is, as leader, I say, if you do this, I will give you that. And it's, you know, it's a something that happens all the time. It's, I will work for you, yes, and I will pay you this salary. Okay, that's a transaction. And so we get involved in a lot of that. We get involved in transactional leadership a great deal. But Bass talked about transformational leadership. And transformational leadership is on the opposite end of what he called the full range of leadership, a continuum. I want you to think about it as a continuum, not necessarily an either or. That's an important idea. It's not that you're transactional and or you're transformational and that's it, one or the other, but rather if you think of a continuum starting with transactional on one end and moving to transformational on the other, then there's a sense in which at times based on situation, you may move back and forth across this. So what's transformational leadership all about? And let me read a statement to you from this is the Northouse book, and it's on page 161. And this is just something that, you know, sets the stage for this. As its name implies, transformational leadership is a process that changes and transforms people. It is concerned with emotions, values, ethics, standards, and long-term goals. And it includes assessing followers' motives, satisfying needs, and treating them as full human beings. Who wouldn't want to be led by a person who is concerned about those things and is trying to create those capacities in an organization? So what are the particulars about transformational leadership? And Bass identified four components. If you think about them as the four I's, the letter I, each one starts with the letter I. And for Bass, the transformational leader is someone who expresses these four I's. The first one is idealized influence. Idealized influence is this notion that you behave in such a way as a leader that other people want to emulate that. The phrase that was very popular some years ago, you know, I want to be like Mike, is idealized influence. The impact that Michael Jordan had on people was such that kids want to aspire to be just like Mike. And so you have a person, a leader in an organization situation that really reflects behaviors and attitudes and perspectives that you resonate with tremendously, and you see modeled by this person. And so you aspire, you say, you know, that's the kind of leader that I want to be someday. The second I is something that is called inspirational motivation. Now, in the first case, you might think this going back to idealized influence is someone who has charisma and someone who has kind of that influence. Inspirational motivation has to do more with an individual who can inspire certain behaviors, certain actions. It's somebody who comes along and says, you know, I have a vision, or we have a vision as an organization that is just tremendous. And we're going to achieve that vision, and this is how we're going to do it. You know, that sort of passionate inspiration and motivational kind of speech and behavior. That's inspirational motivation, and that's what the transformational leader does as well. So the transformational leader
provides idealized influence. Number one, that sort of modeling that other people want to aspire to, but also in the second eye, inspirational motivation. The leader inspires, the leader motivates, the leader is passionate about what the organization is about. And because of that, other people say, yes, I want to be part of that vision. Now, the third factor is called intellectual stimulation. And this is a behavior within transformational leadership in which the leader recognizes the fact that people have something to say. People have talents and abilities and knowledge and can contribute to the achievement of the goals of the organization. And so the leader in that case comes into a room and doesn't say, this is what we're going to do, but says, what do you think we should do in this case? Let's think outside the box. I want you folks to get creative. I want you to come up with ideas. Maybe we need to we'll have to take a risk, but it's going to be a calculated risk. But let's do it. And so you get a sense of being empowered, and you feel like, wow, you know, I really have a stake in this organization. I have something to say. My opinion is valued. That's what the transformational leader does when he or she considers the intellect, the abilities, the knowledge of the people that they work with. So intellectual stimulation is the third factor. The final of the four I's, the fourth factor, is individualized consideration. Now, in this case, the leader is really interested in knowing the individual. What kind of skills, what kind of talents, what kind of assets does the person bring to the table, so to speak, and putting people in a position within the organization where they can succeed, utilizing these strengths. It also refers to knowing what's going on in the life of the employee, where there may be issues or problems or things that are going on that are affecting performance. It's just this idea of strengths. It also refers to assets does the person bring to the table, so to speak, and putting people in a position within the organization where they can succeed. Utilizing these strengths. It also refers to knowing what's going on in the life of the employee, where there may be issues or problems or things that are going on that are affecting performance. It's just this idea of acting like a coach, where the leader is very aware of what's going on with the person and tries to, the best possible way, be sensitive to those, support, and help work through them. So these are the four I's. These are the fundamental components of transformational leadership. Again, they are idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration. If you think about the four I's, you won't forget what transformational leadership means. Now, also on the end of the continuum, way, if you can go furthest away from transactional and transformational, is this idea of laissez-faire leadership, which Bass and others refer to, and that means someone who is just completely hands-off, doesn't do anything really in terms of interacting and working with people. We don't want to be laissez-faire leaders, that's for sure. But let me say this, the transactional leadership should not necessarily be seen as a bad thing. There are times when we need transactional leadership. If the building's on fire and I say, get out of here right now and listen to me, and do it, and you, as a result, your life will be saved. That's transactional leadership, and you need that. You don't need transformational. You don't need to consider each one's needs as they're running by you to get out the door. It's let's get outside right away. And so think of it again as this continuum. Bass always wanting us to become more transformational and understand that more and become more of that kind of leader, but also knowing that there may be situations in which we have to go back and forth on the continuum and become more transactional based on the situation. So an important leadership model that you can read about in North House, and it's something that's fundamental, as I said, in understanding other leadership models to come. Thanks very much. And knowing the individual, what kind of skills, what kind of talents, what kind of assets does the is really سمعتوا هلا هذا ايش اللي كان بيشرح لنا عن الترانسفورميشنال ليدرشيب عن الفور مين كومبوننتس هذول لو قراتم الكتاب اللي اعطيت اعتقد كان اعطيتكم نفس الكتاب رايت right?
دكتور. هذا نفس الكتاب اللي عماله بشرح منه، واحد من الكتب المهمة بالليدرشيب اللي بتحتوي تقريبا على كل شيء موجود بالليدرشيب لحد تاريخ تأليف هذا الكتاب. أهم شيء فيه وانت حتى بتقرأه بالارتيكلز، ملخص الارتيكل كله بالأربع نقاط اللي موجودة، الفور كومبوننتس اوف ترانسفورميشنال ليدرشيب، ايديا الفور ايز اللي بسمهم فور ايز: Idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, individualized consideration. I think إنه بآخر الفيديو جاوبلنا على سؤال إنه بدنا managers ولا leaders، اللي سألتنا يا زميلتكم إنه أحياناً جابلنا مثال عليه building on fire. بكون عندي building on fire، yes، في هاي الحالة إنه أنا لازم أكون transaction، بدي حدا يطلع ويطفي النار اللي موجودة، ما عندي وقت إنه أبلش أراعي او يكون عندي مراعاه الترانسفورميشنال ليدرشيب واخذ every individual consideration into account. بصير عندي مصلحه عامه، المفروض انه نحقق هدف عام انه نطفي النار اللي موجوده. طبعا هذا مثال النار، يعني ما اخذه على انه مثال كبير، امثله كثير بالمؤسسه بتكون موجوده انه بدنا اكشن سريع وبدنا الكل يشارك فيه. في الحاله بيكون مهم ان يكون في عندنا حدا مانجر او حدا اللي بنسميه ترانزاكشنال مانجر. هلا من هاي النظريه الترانسفورميشنال ليدرشيب، في واحد من الارتكلز بعرفش حصه مين طلع فيكم، تمام، حصه مين طلع فيكم مش عارف، اللي بيحكي عن الاوثنتيك ليدرشيب. مين طلع معه الاوثنتيك ليدرشيب؟ مين كان معه الأوثنتيك ليدرشيب؟ ولا حدا؟ مش سامع أنا، كأنه الصوت بيروح. لا الصوت موجود عادي دكتور. موجود الصوت؟ طيب مين طلع معه إشي بالأوثنتيك ليدرشيب؟ أظن شريف دكتور، أعتقد إنه شريف. شريف موجود اليوم؟ موجود. دكتور موجود. طيب هذا الجزء اللي هو الاوثنتيك ليدرشيب شيء كان مبني على الفور ايز، راح تشوف كثير من الخصائص اللي موجوده بالفور ايز. فهذا شريف بيكون، اذا كان عندك شريف سمعنا. سامعك دكتور، بس انا اخذت الريدر. عندك اوثنتيك ليدرشيب؟ دكتور كان عندي بس التعريف الليدرشيب اللي هي او الليدر 12، ما كان عندي. طيب نشوف مع مين كانت الاوثنتيك ليدرشيب. الاوثنتيك ليدرشيب هلا انا راح اطلع عليه كمان مره، المره القادمه هذا موضوع لازم نطلع عليه بالتفصيل. يعني any questions دكتور؟ ممكن سؤال على تي ام اي؟ أي استفسار دكتور؟ ممكن سؤال على TMA 2؟ تفضل. دكتور بدي أتأكد من شغلة بالquestion 2. هلأ إحنا بدنا نقترح موديلز من نقاط من CIBD والSHRM، ولازم كل نقطة نبرر إيش هي هاي النقطة، ليش حطيناها للorganization، صح دكتور؟ صحيح. طيب هلا في شغله انتبهت لها، انه لازم نعمل discussion with HR professionals minimum HR 3 HR. ما عشان هيك احنا عملناها جروب، عشان نستغني عن موضوع انه نتناقش مع ناس بال HR. فانتوا المجموعه اتفقنا انه تعمل مجموعتين. دكتور هلا اختياركم بده يكون كتابتنا على طريقه ايش، انه احنا تناقشنا بهاي المواضيع، justification تبعنا بده يكون مبني على اساس انه احنا حكينا مع ثلاث. دكتور بدي أسألك هلا السؤال الثاني، الجروب لازم يعني يحلوا نفسه بالضبط ولا كل واحد بده يحل شكل، بس إنه نفس المعلومات تكون متواجدة؟ نفس الإجابة بصير يعني، بس بشرط تكونوا يعني شرط إنه إيش نتركها للأنستي تبعتكم، يعني أنتوا تتشاركوا بكتابته. ما عندي مشكلة يكون يعني نفس الكتابة نفس الإجابة للسؤال. تمام تمام.
ما عندي مشكلة أن يكون عندي نفس الإجابة للسؤال، وهذا السؤال تحديداً رح نعمل عليه ديسكشن، يعني بعد ما نسلم الـ TMA رح نعمل عليه ديسكشن، كل جروب رح يعمل زي ميني بريزنتيشن، مش يعني ميني بريزنتيشن عن النقاط اللي اختاروها بالمودل وليش اختاروها، ويتشاركوا فيه، مش واحد يجي يحكي لنا إياهم يعني. تمام. فجزء من العلامة رح يكون على المكتوب، وجزء من العلامة رح يكون على البريزنتيشن اللي رح تعملوها لكل واحد فيكم يعني. Any other questions? طيب مين فيكم جاهز بالارتكل اللي اعطينا اياه رقم 11؟ بلشنا احنا 11 12 13 14. دكتور 11 معي موجود انا مع كرم. بالضبط دكتور. طيب جاهز تحكي لنا عنه؟ جاهز، بس قبل هيك في كان معي assignment قبلية، ما بعرف هسه ولا خليه مرة ثانية. هلا خليه لمرة ثانية، بس أنت هلا بدك تحكي لنا عن إيش؟ عن الارتكل 11. أيوه بالضبط. تفضل إذا جاهز. تحطني برزنتيشن. بدك عامل برزنتيشن عليه؟ يعني ملخص هيك. طيب تمام، هلا كرم. أعطيناك هيك، أنت صرت المتحدث الرسمي، المتحدث الرسمي تبعنا هيك، الناطق الرسمي. شكرا لك دكتور. يا أهلا بك. شايف رامي مختفي أنا اليوم؟ رامي معنا اليوم؟ رامي مش موجود اليوم كأنه. ظاهر عندكم دكتور هيك؟ لا لسه ما طلع عندنا شيء. مش طالعة؟ try one more time. هيك دكتور. لحظة شوي، كأنه بلشت تطلع. أيوة هيك طلعت عندنا. يا دكتور المقالة اللي هي بعنوان ما الذي يحتاجه معرفة، ما الذي يحتاج معرفته كل قائد عن الفولورز أتباعه. what every leader needs to know about followers by Kellerman 2007. Countless studies, workshop and books have focused on leaders, the charismas ones, the retiring ones, even the rock crooked ones. Virtually no literature exists about followers. However, and the little that can be found tends to depict subordinates as an amorphous group, or explain their behavior in the context of leaders. Development, some works even fail to sufficiently distinguish among varying types of followers, barely registering the fact that those who tag along mindlessly are a breed apart from those who are deeply devoted and consciously actively involved. هون ركزت أغلب الدراسات وورش العمل والكتب على القادة المتميزين والمتقاعدين منهم، حتى أنه في بعض الأحيان كان التركيز على القادة غير المتميزون. وعمليا لا يوجد دراسات عن الأتباع اللي هم الفولورز، ومع ذلك فإن القليل الذي يمكن العثور عليه عن الأتباع يميل إلى تصوير المرؤوسين كمجموعة غير متبلورة أو شرح سلوكهم في سياق القائد الذي يتبعون له، حتى أن بعض الأعمال تفشل في التمييز بين أنواع مختلفة من التابعين، بالكاد تسجل أن الذين يتابعون بلا تفكير هم سلالة منفصلة تماماً عن أولئك الذين يتفانون بعمق ويشاركون بوعي ونشاط. عفواً. These distinctions have critical implications for the way leaders
should lead and managers should manage according to Kellerman, a professor at Harvard Kennedy School of Government. Additionally, today's followers are influenced by range of cultural and technological change that have affected what they want, had, and how they view and communicate with their outstanding leaders. In this article, Kellerman explored the evolving dynamic between leaders and subordinates and offers a typology that manager can use, determine, and appreciate how their followers are different from one another. هذه الفروقات لها أثار حاسمة على الطريقة التي يجب أن يقودها القادة والمديرون. ووفقا لكليرمان، يتأثر أتباع اليوم بمجموعة من التغييرات الثقافية والتكنولوجية التي أثرت على ماذا يريدون الفولور وكيف يتواصلون مع قادتهم. وفي هذه المقالة يستكشف كليرمان الديناميكية المتطورة بين القادة والرؤسيين، ويقدم تصنيفا يمكن للمديرين استخدامه لتحديد وتقدير مدى اختلاف أتباعهم عن بعضهم البعض. Leaders and followers. Briefly, بنقدر نحكي إنه leaders speak, control information noun, decide direct resource command. Followers listen, guess have opinions, do what they are told, make do with this and this is obey. المدير هسه من الليدرز هو في العادة هم الذين يتكلمون، هم من يعرف معلومات عن التحكم، وهم من يقرر قيادة الموارد بشكل مباشر، بينما الفولورز هم دائما هم المستمعون وأراءهم تأتي بالتخمين. بالإضافة هم يعملوا ما يتم أمرهم به ويقومون به بالطاعة. A level playing field. Followers can be identified by rank or behavior. Rank subordinate who has less power. This is power, authority, and influence, and influence than do their superiors. Behavior going along with that someone else want and intend. يمكن تحديد التابعين من خلال الرتبة والسلوك. الرتبة المرؤوس الذي لديه قوة والسلطة وتأثير أقل من رؤسائه، والسلوك أيضا من خلال متابعة أو مواكبة ما يريده شخص من آخر. Type of followers. To various degree, Harvard Business School Professor Abraham Zilzing, Professor Rupert Keeley, Executive Coach Ira Chelv and Barbara Clearman have all argued that leader with even some understanding of what drives their subordinates can be a great help to themselves, their followers, and their organization. إلى درجات مختلفة جادل كل من أبراهام زينك من كلية الأعمال في هارفارد والبروفيسور روبرت كيلي والمدير التنفيذي إيرا تشاليف وباربر كليرمان بأن القائد مع بعض الفهم قد يدفع المرؤوسين أو يساعدهم ويدفعهم إلى مساعدة أنفسهم وأتباعهم ومؤسساتهم أيضا. By Abraham Zilzing in 1965, he distinguished among the different kind of subordinates. He placed them along two axes, dominance and submission, or activity and passivity. By Robert Kelly in 1992, he distinguished flowers from one another according to factors such as motivation and behavior in the workplace. Ira Chelv in 95, he classified subordinates according to the degree
to which the supported leaders and the degree to which they challenged them. هسه بنقول الهيمنة والسيطرة من قبل أبراهام في 95 إنه ميز بين الأنواع المختلفة من المرؤوسين ووضعهم على محورين، الهيمنة أو المحور الأول هو الهيمنة والخضوع أو النشاط والسلبية. روبرت كيلي ميز بين المتابعين عن بعضهم البعض وفقا لعوامل مثل الدافعية والسلوك في مكان العمل. إيرا تشيلف صنف المرؤوسين وفقا لدرجة دعمهم للقائد ودرجة تحديهم لهم. أبراهام زيلزينك فلاورشيب ستايل دومينيس كنترولينج كير أ ليتل أور نوت أت أول أباوت وات هابنز at work and behave accordingly. Rebellious, sometimes spontaneous and courageous, active mood behavior. Submission being controlled, want to submit to control of the authority, controlling but passive, in part because they feel guilty about privately wanting to dominate. Passive mood. الهيمن أبراهام زيلزينك اللي هو الهيمنة والسيطرة يهتم قليلا النوع هذا يهتم قليلا أو لا يهتم على الإطلاق بما يحدث في العمل ويتصرف وفقا لذلك، وهاي النوعية من الأتباع هم متمردة وأحيانا عفوية وشجاعة، ويصنف هذا النوع منه حسب السلوك بأنه السلوك النشيط. النوع الآخر اللي هو الخضوع ويتم التحكم فيه، هذه النوعية تريد الخضوع لسيطرة السلطة، يتحكمون لكنهم سلبيون لأنهم يشعرون بالذنب بشأن رغبتهم الخاصة في السيطرة، وهذا يصنف من السلوك السلبي. روبرت كيلي فولورز ستايل براغماتيك سيرفر باسيف ألينتيد باسيف Bargamatic, Servable, Active, Effective, Conformist. روبرت كيلي صنف التابعين لفئتين اللي هو الناجي البراغماتي اللي هو الواقعي السلبي، وهذا النوع بيكون منبوذ وغير معروف نوعا ما، والنوع الآخر هو النشط وهذا النوع فعال وملتزم. Chelf followers, Ship Style صنفهم إلى individuals, resource, partners, implementers. صنفهم لهاي الأربعة وحسب المستويات هاي لهم حسب الليفل تاعهم اللي هي implementers في الليفل الأول والpartners level 2 والindividuals 3 والresources اللي هي 4. New Typology by Barbara Clearman 2007 صنفت التابعين إلى مجموعة من الفئات اللي هي Isolates, Bystanders, Participants, Activities, Dehards, Isolates اللي هي المنعزلون أو المعزولون, Bystanders اللي هي المارة, المشاركون والنشطاء والمتشددون. Isolate is completely detached, there to do what they must to get the and nothing more. Alienated from the system, the group, the organization, silent and ignored, isolated. منفصلون تماما هاي الفئة اللي هم المنعزلون، وهنالك ما يفعل يجب عليهم الحصول عليه ولا شيء أكثر من ذلك، ينفر من النظام أو الجماعات المنظمة، دائما في عزلة صامتة ومتجاهلون هاي الفئة. Don't participate, make deliberate decision to stand aside and disengage from leaders and the group dynamic. Their withdrawal is a declaration of neutrality, the
that aren't support of for whoever. They do nothing even when doing something is not especially costly or especially risky. هذا النوع الصنف أو الفئة من التابعين اللي صنفتهم باربلي يراقب ولا يشارك ويتخذ قرارات مدروسة للوقوف جانبا أو فك الارتباط بالقائد أو المجموعة. النقطة الثالثة هو انسحابهم، هو دائما الانسحاب هاي الفئة هو إعلان للحياد ويرقى في المرات مستوى إلى دعم كل من الأطراف. لا يفعلون شيئا حتى عندما يكون القيام بشيء ما ليس مكلفا أو محفوفا بالمخاطر بشكل خاص. Participants are in some way engaged. They either clearly favor their leaders and groups and organization, or they are clearly opposed. They invest their engagement to try have an impact. By and leaders want followers who are participant, assuming they are in support and not opposition. There are those followers who, whilst generally supportive of the leaders and of the organization of which they are members, nevertheless go their own way. المشاركون منخرطون دائما بطريقة معينة مع جميع الفئات، إما أنهم يفضلون بشكل واضح قادتهم ومجموعاتهم أو أنهم يعارضون بوضوح. يستغلوا مشاركتهم لأحداث تأثير ما من قبل ما يريد من قبل يريد القادة أتباعا يشاركون على افتراض أنهم مؤيدون وليسوا معارضين. يوجد هؤلاء الأتباع الذين يدعمون قادتهم والمنظمة التي هم أعضاء فيها، ومع ذلك نجدهم دائما يسلكون طريقهم الخاص فيهم. Activities feel strongly about their leaders and act accordingly. They are eager, energetic, and engaged. They work either on behalf of their leaders or undermine and unseat them. They are either a major resource or a major bane. They care a great deal. They care about their leaders, pro and con. They care about each other personally, pro. They care about the whole of which they are part. They should be watched and they should be judged. النشطون الفئة هاي من التابعين هم اللي يصنفوا النشطون يشعروا بقوة قادتهم والتصرف وفقا لذلك لتلك القوة، دائما متحمسون وحيويون ومشاركون. هم يعملوا إما نيابة عن قادتهم أو لتقويضهم وإسقاطهم. هم إما مورد رئيسي أو لعنة كبيرة، ويهتمون بالقادة المؤيدون والمعارضون ويهتمون ببعضهم البعض، ويفترض أنهم مؤيدون أيضا يهتموا بكل ما هو جزء منه، وهي الفئة يجب مراقبتها والحكم عليها. The hearts اللي هم المتشددون are prepared to die if necessary for their causes whether an individual an idea or both, deeply devoted to their leaders already to them from position of power, authority, and influence by any means necessary, defined by their dedication. They are only so many the hearts society can take, and there are only so many followers willing to help. المتشددون دائما مستعدون للموت إذا لازم الأمر من أجل أي سبب، سواء كانت فكرة أو فرد أو كليهما، ودائما هم يعملوا بعمق لقادتهم أو جاهزون لهم من مواقع القوة والسلطة والتأثير بأي وسيلة ضرورية. هم معروفون بتفانيهم. هم فقط الكثير من المتشددين الذين يمكن للمجتمع أن يأخذهم، وهنالك الكثير من المتابعين أو التابعين المستفيدين للقيام بدورهم القيام بدورهم.
good and bad followers المتابعون أو التابعون الجيدون والسيئون. Good followers will actively support a leader who is good, effective and ethical, and will actively oppose a leader who is bad, ineffective and unethical. Good followers invest time and energy in making informed judgment about who their leaders are and what they espouse. They take the appropriate action. Conversely, bad follower will do nothing whatsoever to contribute to the group organization, or they will actively oppose a leader who is good. They will actively support a leader who is bad. الجيدون دائما القادة الجيدون دائما يدعمون وبقوة القائد الجيد الفعال والأخلاقي ويعارضون بشدة القائد السيء غير الفعال وغير الأخلاقي ويستثمر التابعون الجيدون كل أوقاتهم وطاقاتهم في تبني أو تنفيذ ما يصدر من قادتهم من إجراءات مناسبة. التابعون أو السيئون على العكس من التابعين الجيدين لن يفعل السيئون أي شيء على الإطلاق للمساهمة في المجموعة أو المنظمة أو سيعارضون بنشاط القائد الصالح وسوف يدعمون القائد السيء. هاي المختصر السيئون والجيدون من الأتباع. Conclusion: Leaders and followers are inseparable, individual, and impossible to conceive without the other. A good leader listens and talks to the team to find the individual strength of each team member. Activates followers strongly support their leader and manager. Passive follower not strongly support their leader and manager and never do anything. A sign of a good leader is not how many follower you have, but how many leader you create. القادة والاتباع لا ينفصلون ولا ينفصلون ولا يمكن تصورهم دون بعضهم البعض. يستمع القائد الجيد ويتحدث إلى الفريق للعثور على نقاط القوة الفردية لكل عضو من أعضاء الفريق. النشطاء التابعون يدعمون بقوة قائدهم ومديرهم. لا يدعم التابع السلبي قائدهم ومديرهم بقوة ولا يفعل أي شيء أبدا. ما يدل على القائد الجيد ليس عدد المتابعين لديه ولكن عدد القادة الذين ينشئهم. وهيك دكتور بكون تقريبا يعني ملخص هيك عن المقالة هاي. يعطيك العافية كرم. الله يعافيكم. في أي سؤال أي شيء؟ هذا الارتكل من الارتكلز المهمة. اللي فيكم ما قرأ هذا الارتكل يرجع يقرأه كمان مرة. من الأشياء اللي مش موجودة بالتكست بوك اللي هو هذا الارتكل بيحكي عن الفولورز رايت والفولورز تايب. هذا ارتكل مهم يعني عشان هسه نعطيكم أهميته للفاينل إكزام كمان مهم بالفاينل إكزام. هلا لما يجينا سؤال إذا إجانا سؤال على نوع من أنواع الفولورز المفروض إنه بيكون يسألنا السؤال بنحاول نعمل إيش اليوسفولنس والليميتيشن لكل تايب من التايبس اللي موجودة رايت. هذا اللي بيكون مطلوب منا نعمل عليه أسسمنت. طبعا اللي عمله كرم في هلا فيديو بعثت لكم إياه على الجروب تقريبا في ملخص لكل هذا الارتكل فيديو من 10 دقائق موجود في لا نرجع كمان مرة نعمل شير سمعكم إياه كمان مرة وتسمعوا لوحدكم هذا كمان هذا الارتكل تسمعوا هذا الفيديو لوحده. مهم جدا نركز على باربرا كيلرمان الميوتابولوجي اوف فولورز. كل واحد فيهم بدنا نشوف شو نوع هذا الفولورز كيف الاستفاده منه اليوسفولنس والليميتيشن لكل واحد من التايبس الاربعه اللي موجودين. هذا الفيديو طولنا عليكم احنا اليوم صح.
لا دكتور عادي طولنا عليكم، بس هذا آخر شيء راح أعرض لكم إياه، لو العشر دقائق وبعدت لكم إياه على الجروب كمان تتفرجوا عليه على الجروب زي ملخص لهذا الأرتيكل تسمعوه سماعي. بس احكوا لي إذا طلعت. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays. واضح الصوت؟ In this course, we'll better understand the leader's role in developing effective followers. Leadership and followership are closely intertwined. For any group or organization to succeed, there must be people who are willingly and effectively following, just as there must be those who are willingly and effectively leading. Followership is the ability or willingness to follow a leader. Leaders and organizational situations vary, but there are some qualities and behaviors that every good leader wants from his or her followers. The following are ones that have been shown to contribute to productive and rewarding leader-follower relationships. First, a make-it-happen attitude. Leaders don't want excuses, they want results. A leader's job becomes smoother when he or she has followers who are positive and self-motivated, who can get things done, who accept responsibility, and who excel at required tasks. Leaders value those people who produce ideas, show initiative, and take responsibility when they see something that needs to be done or a problem that needs to be solved. Leaders look for followers with a willingness to collaborate. Leaders are responsible for so much more in the organization than any individual follower's concerns, feelings, or performance, yet each of those is incredibly important. Each follower is a part of a leader's larger system and should realize that his or her actions affect the whole. Leaders are also looking for followers with the motivation to stay up to date. Leaders want followers to know what's happening in the organization's industry or field of the endeavor. In addition, they want people to understand their circumstances, their competition, how things change in terms of technology or world events that might affect the organization. Most people try to learn all they can in order to get a job done, but they sometimes grow complacent and fail to stay current on what's going on outside the narrow confines of their day-to-day work. And finally, for our purposes here, leaders want a follower with a passion or drive for their own growth. Similarly, leaders want followers who seek to enhance their own growth and development rather than depending solely on the leader to do it. Anything that exposes an individual to new people and ideas can enhance personal and professional development. Now let's move on to followership styles, which are categorized according to two dimensions, thinking and behavior. Let's take a look. The first dimension is the quality of independent, critical thinking versus dependent, uncritical thinking. Critical thinking means approaching subjects, situations, and problems with thoughtful questions and in an unbiased way, gathering and assessing ideas and information objectively and mentally penetrating into underlying implications of various alternatives. Conversely, a dependent, uncritical thinker does not consider possibilities beyond what he or she is told, does not contribute to the cultivation of the organization, and accepts the leader's ideas without assessing or evaluating them. The second dimension of followership style is active versus passive behavior. An active individual participates fully in the organization, engages in behavior that is beyond the limits of the job, demonstrates a sense of ownership, and initiates problem-solving and decision-making. Whereas a passive individual is characterized by the need for constant supervision and prodding by supervisors. A passive individual is often regarded as lazy. A passive person does nothing that's not required and avoids added responsibility. The extent to which one is active or passive and is a critical, independent thinker or dependent, uncritical thinker determines whether he or she is an alienated follower, a passive follower, a conformist, a pragmatic survivor, or an effective follower. The alienated follower is an independent, critical thinker, but is passive in the organization. Alienated followers often are effective followers who have experienced setback or obstacles, perhaps by broken promises of a leader. Thus, they are capable, but they only focus exclusively on the shortcomings of the organization and other people. They're often cynical,
Alienated followers are able to think independently, but they do not participate in developing solutions to the problems or deficiencies that they see. The conformist participates actively in the organization, but does not use critical thinking skills in his or her task behavior. In other words, a conformist typically carries out any and all orders, regardless of the nature of those tasks. The conformist participates willingly, but without considering the consequences of what he or she is being asked to do, even at the risk of contributing to a harmful endeavor. The pragmatic survivor has qualities of all four extremes, depending on which style fits the prevalent situation. This type of follower uses whatever style best benefits his or her own position and minimizes risk. The passive follower exhibits neither critical independent thinking nor active participation. Being passive and uncritical, these followers have neither initiative or sense of responsibility. Their activity is limited to what they're told to do, and they accomplish things only with a great deal of supervision. Finally, the effective follower is both a critical, independent thinker and active in the organization. Effective followers behave the same towards everyone regardless of their position in the organization. They do not try to avoid risks or conflict. Rather, effective followers have the courage to initiate change, but put themselves at risk or in conflict with others, even their leaders, to serve the best interests of the organization. Characterized by both mindfulness and a willingness to act, effective followers are essential for an organization to be effective. They are capable of self-management, discern strengths and weaknesses in themselves and in the organization, and are committed to something bigger than themselves and work towards competency, solutions, and a positive impact. In general, followers want their leaders to be honest, forward-thinking, inspiring, and competent. A leader must be worthy of trust, envision the future of the organization, inspire others to contribute, and be capable and effective in matters that will affect the organization. Followers want fellow followers to be honest and competent, but also dependable and cooperative. Thus, desired qualities of colleagues share two qualities with leaders, honesty and competence. I'd like to apologize for popping up during your video, as I know how annoying that can be. But I shot this video to talk about how at age 52 and with limited computer... Four specific ways that leaders enhance the abilities and contributions of follower are by offering clarity of direction, providing opportunities for growth, giving honest, constructive feedback, and protecting followers from organizational roadblocks. It's the leader's job to clearly communicate where the group or organization is going and why. Followers need specific, unambiguous goals and objectives on both an individual and team level. Having clear goals helps people know where to focus their attention and energy, enables them to track their own progress, and lets them feel a sense of pride and accomplishment when goals are achieved. When people can see the bigger financial picture, they have a perspective on where the organization stands and how they can contribute. Leaders can act as coaches to help followers upgrade their skills and enhance their career development. Leadership coaching is a method of directing or facilitating the follower with the aim of improving specific skills or achieving a specific developmental goal, enhancing personal productivity, or preparing for new responsibilities. Coaching doesn't mean trying to change people and make them into something other than what they are. Instead, it means helping followers realize their potential. Candid feedback is one of the most important elements contributing to the growth and development of followers, but many leaders don't know how to give good feedback. Effective leaders see feedback as a route to improvement and development, not as something to dread or fear. When the leader provides feedback, it signals the leader cares about the follower's growth and career development and wants to help the person achieve his or her potential. Good followers want to do their jobs to the best of their abilities. They don't want to be continually interrupted by managers offering questions or suggestions, and they don't want to have to fight against organizational politics, leader uncertainties, or useless procedures. The best leaders take pride in being human shields. They stay out of the way so people can do their jobs, and they protect their followers from the time wasters such as the burdensome organizational practices, pushy or critical higher executives, abusive or overly demanding customers or clients, and unnecessary meetings. Effective followership is not always easy.
Effective followers display the courage to assume responsibility, to challenge their leaders, to participate in transformation, to serve others, and to leave the organization when necessary. تمام يا جماعة، هذا تقريبا بعطينا ملخص للارتكل باستثناء ايش؟ باستثناء الفور تايبس، الكيلرمان، الباربرا كيلرمان الفور تايبس. في فيديو تاني موجود عليهم، بس تفتحوا هذا الفيديو ببعث لكم اياه كمان تتفرجوا عليه، تسمعوا الفيديو مباشرة كملخص للارتكل الموجود. Any questions؟ ما عندكم شيء، نراكم إن شاء الله الأسبوع القادم. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية. يعطيكم العافية. السلام عليكم. عليكم السلام.